مرحبا بكم ومرحبا بينا الكل عند النواة قبل ما نبداو ممكن في العاده نحب نرسل رساله تضامن ودعم كامل ولا مع اخواتنا الشعب الفلسطيني في غزه وفي كل ارض فلسطين دعمنا زاد للمقاومه ما نجموش نبداو من ما فما اباده جماعيه حاضره ومازالت متواصله منذ اكثر من سنه نرجع للموضوع صار جدل كبير مؤخرا على انتاج الطاقات البديله او الطاقات المتجدده في تونس عبر مشاريع مثل انتاج وتصدير الهيدروجين الاخضر وايضا انتاج وتصدير طاقات اخرى من من دير سورس بديله مثل الشمس الطاقه الشمسيه والطاقه الهوائيه في تونس فما جدل كبير فما اللي معاه فما اللي ضد فما اللي يحكي على المردوديه الاقتصاديه على النجاعه الاقتصاديه فما اللي يحكي على التداعيات البيئيه ولا التداعيات الاقتصاديه والاجتماعيه للناس على المشاريع هذه هذيك علاش نويت اليوم استدعتنا الناس الكل باش باش نحاولوا مع بعضنا بحوار موضوعي وحوار جدي نتناولوا نوع من بعض من المعطيات بعض من الاراء من ضيوفنا ضيفتنا الخبراء والمختصين والناشطات والناشطين نرحب بكم على التوالي صابر بن عمار اللي هو باحث في المعهد العام أه عزيز الشادي من ستوك بولوشن أه نضال عطيه اللي يعني هو مختص في السياسات البيئيه وليلى رياحي مرحبا اللي هي جامعيه وناشطه بيئيه مرحبا بكم جميعا أه ممكن باش نبداو نفكروا ولا نفكوا مع بعضنا في التفكير الكوليكتيف هذا اللي بعمله مع بعضنا هو آه... علاش نحكي تجدد... على الطاقات المتجدده على انتاج طاقات متجددة في تونس آه... شنو هو الحاجه من انتاج الطاقات المتجدده؟ به آه... هو الحقيقه نوعا ما بالنسبه لي يكون غريب جدا انه بلاد تعاني من عجز طاقي آه... عندنا ارتهان للغاز الزائري بنسبه 50% معناتها مواردنا الطاقيه ما تكفيش حاجياتنا باش نولدوا طاقه في تونس هذاك علاش نجيبوا في 50% من حاجاتنا للغاز الجزائر دونك بلاد تعاني من عجز طاقي هذا مفهوم نجو نشوفوا نلقوا اللي تونس عملت استراتيجيه وطنيه لتنميه الهيدروجين الاخضر ومشتقاته تنشرت على السيت الوزاره مش لنا احنا مش للحاجيات الوطنيه معناتها وانما لتصدير الهيدروجين الاخضر نحو دول الاتحاد الاوروبي نحكوا على اكثر من 80% من الكميه الهيدروجين الاخضر اللي مخطط انتاجها في تونس في 2050 يحبوا يتم تصديرها نحو دول الاتحاد الاوروبي ولهنا يجي سؤال علاش نحكوا على الهيدروجين الاخضر في تونس ببساطه اولا الموضوع ما يخصش تونس هو ما يخص دول الشمال ودول الجنوب ماهيش حكايه تخصنا كهو. مصر والمغرب، الشيلي، ناميبيا، البايص الكل عندهم نفس الوضعيه بتفاوت في شكون ينجم يكونوا فايتين بمراحل الكل. اما السؤال الحقيقي علاش نحكوا على الدروج الأخضر؟ اعطي ثلاث حاجات. الحاجه الاولى دول الاتحاد الاوروبي عندها عندها تبعيه للغاز الروسي. تعرفوا الحرب الروسيه الاوكرانيه وهم يوردوا في تقريبا اكثر من 45% من حاجيتهم الغاز من الروسي. يلزمهم يشوفوا بديل منين باش يجيبوا الغاز مره اخرى ولا ألترنتيف اخر كمصدر للطاقه. الحاجه الثانيه دول الاتحاد الاوروبي عندهم رهانات مناخيه يحبوا يخفضوا في الانبعاثات نتاعهم بنسبه 55% من هنا ل 2030 ويحبوا يوصلوا للحياد الكربوني في 2050. والحاجه الثالثه اللي هي التعافي الاقتصادي ما بعد فتره الكوفيد. دونك هذوما الاسباب الثلاثه على القليله اللي نجم نقولوا يخلوا اوروبا تدفع نحو الانتاج الهيدروجين الاخضر والكل في الاستراتيجيه نتاع دول الاتحاد الاوروبي هما حاجتهم في 2030 ب 20 مليون طن من الهيدروجين الاخضر هما قادرين ينتجوا 10 مليون طن فقط دونك ال 10 مليون الاخرى منين باش يجيبوها يجيبوها من دول الجنوب وخاصه دول شمال افريقيا تونس لهنا انخرطت في الحاجيات هذه نتاع الهيدروجين مش خاطر احنا عندنا حاجه وطنيه للهيدروجين وانما رضوخ وارتهان لحاجيات اوروبا الطاقيه من غاديك جات البزوان واحنا لبينا الحاجه هذيك الهيدروجين الاخضر معناتها هو فيكتور دي انرجي معناتها ينقل الطاقه ولا ميثود نتاع ستوكاج دي انرجي ما يتمش استعماله مباشره ما عندناش في نسيجنا الصناعي وين نجموا نستعملوا الهيدروجين لا في تك تكرير النفط لا في توليد الكهرباء ولا حتى شيء معناتها هذاك علاش 80% من انتاج الهيدروجين في تونس معدل التصدير هذايا هذاك علاش احنا رافضين التوجه هذايا خاصه فيما يخص التصدير ونعتبره خضوع لحاجيات اوروبا وخاصه المانيا لانه المانيا هي اكثر دوله في حاجه للهيدروجين الاخضر نذكركم المانيا هي الاقتصاد الرابع في العالم بعد الولايات المتحده الامريكيه والصين واليابان جي المانيا عندها صناعه كراهب عندها صناعه طيارات عندها نسيج صناعي متطور برشا هو الاكبر في الأوروب دونك عندها بالاساس حاجيات كبيره برشا للنسيج الصناعي في نفس الوقت عندها التزام نتاع المناخ دونك هما باش ينجموا يحافظوا على الطاقه التشغيليه والنسيج الصناعي نتاعهم وفي نفس الوقت يمشوا في الالتزامات المناخيه نتاعهم او عملوا الهيدروجين وبما انه الاراضيهم ومياههم لا تكفيهم دوك هما باش يستغلوا دول الجنوب ومنهم تونس في نفس البريود هذه في 2024 في مارس المغرب أعطى مليون هكتار مليون هكتار ما يعادل 6% من مساحه المغرب اراضي للهيدروجين الاخضر ناميبيا أعطت معناتها مساحه من الاراضي قد برلين أربعة مرات باش يعملوا فيها الهيدروجين الاخضر هذا كل شركة المانيه مصر كيف كيف تونس انخرطت كيف كيف دايور الاستراتيجيه الوطنيه هذه لتنميه الهيدروجين الاخضر بتمويل ودعم من وكاله التعاون الفني الالماني وهذا علاش علاش مثلا أعطيكم رقم صغير برشا كبير برشا بليتو من 60 ل 70% من الهيدروجين الاخضر اللي باش يتم توريده لدول الاتحاد بشمشي مع الدول الاتحاد الاوروبي باش يمشي لالمانيا مع دول الاتحاد الاوروبي ومعاهم بريطانيا باش يوردوا الهيدروجين الاخضر من العالم 60 ل 70% منه باش يمشي لالمانيا فقط هذا النجم نفسر من بعد علاش الدور الالماني يلعب في دور كبير برشا ولا المؤسسات الالمانيه ولا وخاصه وكاله التعاون الفني الالماني تلعب في دور كبير برشا فيما يخص الهيدروجين بل نجم نقولوا اللي هما اللي سطروا في سياسات تونس الطاقيه ممكن باش كيما قلت نمرر كلمه ما يعطيك صحه صابر على انه فكره انهم يتحكموا في سياسه تونس والا هما اللي يحطوا في سياسه تونس كلمه كبيره حبيت جست قبل ما نتعداو النضال على جوستمون لانتيغي نتاع الهيدروجين الاخضر انه فما زيد في تونس عندها استراتيجيه تخفيض الانبعاثات وعلاش مش تونس هي اللي زايده عندها هي مجبوره انها تعمل الحياد الحياد الكربون انها هي تستعمل انتاج انت قلت 20% 80% معدل من الهيدروجين الاخضر اللي باش تنتجو تونس معدل تصدير فما 20% نجموا نستثمروا فيهم وهما يعاونونا على الحياد الكربوني هذيا هذيا دو, دو ان ثالثا نسيتها كما قال خونا اما ممكن السؤال اكثر متوجه للنضال باش باش اكثر انه انه حتى تونس عندها التزامات معي. شكرا ايمنا حبيت رحب بالناس اللي موجود نعم اي شكرا ايمنا حبيت رحب الناس كل اللي جا واللي تبعوا فينا على اللايف وعلى النواه اللي خموا باش يطرقوا الموضوع مهم ياسر انا ساعة مانيش موافق فكرة انه راهو تو ديكتي يعني دو لكستيريور واحنا كونيسور مود اون اكزيكيسيون نتاع متاع اللي يمليوا علينا الغرب الحقيقه خطر زاد شخصيا ومع يعني فريق كبير ياسر توا يعني مده طويله سنوات واحنا نخدموا على السياسات البيئيه ونحاولوا ناثروا على السياسات البيئيه في الصياغه نتاعها في النقاشات نتاعها اللي تصير حتى على مستوى مثلا ليزيكوتيف الوزاره والا على مستوى يعني المشرعين كيف كيف دونك من يعني هو كونستال انا ما نشاطروش ممكن بعد نجم نحاول جلابور دافونتاج على النقطه هذه لكن مرينا بموضوع الهيدروجين الاخضر وانا فما ممكن بعض المعطيات حبيت نعطيها على الانتقال الطاقي لانه هو زاد محور النقاش توا عنده سنوات انا نعتبر انه زاد كنا متفقين فيه سي ان امبيراتيف سي نجم نقول حتى لان دي دو امبيراتيف اون ماتيير دو لوت كونتر لا كريز كليماتيك على خاطر التخفيف الانبعاثات عن طريق التوجه للغازات الطاقات الغزيتة... المتجدده هي تخليك انك يعني يعني عندها امباكت جلوبال على العالم الكل لكن هذه مش باش يحميك من الفيضانات مش باش يحميك من موجات الحر كيما هكا مش باش يحميك من حرائق الغابات وكل هذاك علاش الاستراتيجيه الثانيه كوش امبيراتيف هي التاقلم فمت... دونك على مستوى سياسات الدوله في التصدي للازمه المناخيه اللي نعتبرها مصطلح يلزم نستعملوه اكثر من التغيرات المناخيه التغيرات المناخيه سيرو بروسيسوس سانتيفيك والا ايكولوجيك الازمه هي الوضعيه الحاليه اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها واللي تتطلب سياسات يعني او نيفو دو ديفي كليماتيك دونك هذا الامبيراتيف هذايا بطبيعه الحال برشا دول مشات فيها في تونس راه من 2009 عندنا ما يسمى ب لو بلان سولير تونيزيان سولير لكن هو الحقيقه يمثل استراتيجيه الدوله في تغيير لو ميكس انرجيتيك يعني توجه اكثر للطاقات المتجدده مع العلم انه احنا الى حد الان تمثل فقط يعني 4% من الميكس الكتريك يعني الكهرباء نتاعنا اللي هو اكثر سيكتور يستهلك الانرجي دونك 97% منه من دي سورس فوسيل، اون اكورونس والا برانسيبالمون الغاز، حبيت نقول دونك هذايا حاجة مهمة ياسر لازمنا نمشيو فيها، من 2009 عندنا توجهات، ماهوش دورنا احنا انا نصيغوا سياسات، احنا ناثروا عليها، دونك حبيت نزيد نفسر الدور نتاعنا، الدولة لازمها تتحمل مسؤوليتها، وهو اللي زاد موضوع نقاش كبير ياسر، لكن نحكيو أيضا على انتقال الانتقال الطاقي هذا التعريف مهم ياسر علاش على خاطر سيدي مثلا كان نرجع لمدير العام للكهرباء والطاقات المتجدده في وزاره الـ 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 الطاقه يقول لك انه راهو الانتقال الطاقي حسب كلامه هو يقول لك راهو هو سي داسوريه لا انرجيتيك يعني ان نوفروا الطاقه والكهرباء خاصه لكل تونسي كي يحل ينزع على البوتون يلقى الطاقه هذايا سديفير من ما اللي يعرفوه يعني تعريفة المجتمع المدني المجتمع المدني دونك التونسي والا العالمي ديفيني الانتقال الطاقي اولا ساعه تحول طاقي دونك فما دي ترانسفورماسيون باش نقول علاش فما دي ترانسفورماسيون با سولمون دي اون ترانزيسيون ولا دي ريفورم ولا شونجمون دونك سي اون ترانسفورماسيون وزاد نحكيو عليه مش فقط لو كوا مي لو كومون لو كومون اللي هو العادل دونك هذه مهمه ياسر انها تنضاف الخطاب علاش قلت تحول تحول لانه كي نقولوا احنا مثلا في تونس عندنا يعني عجز طاقي يوصل يعني ساوسي ما بين 55 و 60 بالميه واللي ماشي ويتفاقم وباش يتفاقم في السنوات القادمه اذا كان ما يتمش اخذ يعني لي مزور نيسيسير بور اكسيليري التوجه الى الطاقات البديله دونك هوني النقاش متركز فقط والا على الاقل اللي نسمعوه واللي قاعدين نشوفوا فيه فقط على سك... سكون ابيل يعني لو تكنو يعني الحلول التقنيه المبنيه على الطاقات المجدده هذه خاطئه علاش على خاطر لا ترانسفورماسيون ولا التحولات التحول الطاقي راهو حتى كي نرجعوا مثلا لاستراتيجيه الدوله في انتقال الطاقي في افق 2035 تقول لك راهو 25 من الاستراتيجيه هذيا يعني تركز على لو ديبلومون دو رونوفلاب لي بانو فوتو فولتايك لي زوليان وغيره و 75% لي ريزوربسيون نتاع الديفيسيت هذاك راهو 75% منه يرتكز على ليفيكاسيتي انرجيتيك النجاعه التقيه نجمو حتى نمشيو ابعد زاد على سوبريتي ديزولي الكلمه بالعربي ديما تهرب عليا ولكن لكن ليفيكاسيتي هي ان يكون فما يعني الوقت كيكا داكور جو في كونكلور دونك ليفيكاسيتي مهمه ياسر والسوبريتي مهمه اكثر انا ما نحكيوش عليها ليفيكاسيتي هي انك تستعمل آآ آآ حاجات يعني دي ديسبوزيتيف اللي يخليك تستهلك اقل طاقه لا سوبريتي كيفاش تتفادى الطاقه اللي تنجمش اللي تنجم تتفاداها ما تستعملش الطاقه اللي تنجم يمكنك انك تتفاديها. راهو السوبريتي نستعملوها زاد في الماء، نستعملوها في الماكلة زاد يعني في الماء في الماكلة في الغذاء سامحوني، وإلا أيضا في الماء، دونك هذه حبيت نركز على النقاط هذوما وممكن نرجع من بعد آه، ترجع من بعد نضال تزيد تفسر لنا أكثر علاش مش موافق إنه السياسات اللي قاعدة تتبنى فيها الدولة ماهيش إملاءات آه، ولا ماهيش مسقطة، لكن الدولة هي اللي تنتج في سياساتها من حاجات مجتمعها ممكن اكثر هذه الاولويه اللي نحب نزيدوا نغوصوا فيها أه نحب نكمل مع عزيز على فكره اللي يقول فيه نضال انه فما لو أه هو انتاج الطاقه عبر من الطاقه الاحفوريه واستهلاك الطاقه من الطاقه الاحفوريه وعجز طاقي في تونس نضال يقول انه التحول لازم يصير نحو واللي قاعده تعمل فيه انه يصير من لتجاوز العجز الطاقي نمشي نحو الطاقات المتجددة لأنه لا سول غسوخس اللي عنا أه لكن الدولة ما هيش قاعدة تطبق فيه بطريقة انتقال طاقي عادل وإلا ما هيش تتاخذ في, أه في 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 تاع المجتمع المدني ولا الحركات البيئية تاع كلمة انتقال طاقي عادل أه الى اي مدى هذا موجود خاصه كانت نازلوا في دي زيكزامبل كيما اتفاقات التعاون الدولي في اطار لا الاخضر ولا حتى الطاقه الشمسيه. بي مرحبا بكم الناس الكل وميرسي على المداخلين اللي قبلي. جست باش نحاول نبعد شويه على الخطاب التقني البحث على خاطر احنا في ستوبولوش نامنوا انه الماركه نتاع الانتقال الطاقي ولا الديسكور هذا يلزم يكون شعبي على خاطر ماركة شعبيه بالاساس. علاش هو ماركة شعبيه؟ على خاطر الاستراتيجيه اللي ماشيه فيها الدوله وانا خالف نضال كما هو خالف صابر. ماشيه نحو الخوصه نتاع القطاع هذايا وماشيه نحو انه كيما صار في التعليم وفي الصحه باش يصير زاد في القطاع الطاقي وباش تبرك المؤسسه العموميه في ما يتعلق بالتزويد والانتاج نتاع الكهرباء لصالح الخواص وهذا نشوفوه من خلال الاتفاقات اللي قاعده تصير والعقود اللي قاعده تتمضى وغيره. احنا ليش نعتبروا انه الانتقال الطاقي اللي قاعد ماشيين فيه تويكا بالاتفاقات ولا بالكلام ولا بالبيانات ولا بالتصحيح مع توتال ولا بغيره ما هوش عادل اول حاجه على خاطر فما استيلاء على الاراضي فما اراضي قاعد تم الاستيلاء عليها لصالح مستثمرين اجانب اراضي نتاع تونس حتى كان مش الاستيلاء بطريقه نتاع بونديتيزم ولا حاجه اما هو استيلاء مقنع معناه انا كيف نجي كمستثمر اجنبي الدوله التونسيه تفرش لي البساط باش نمشي نكري هكتار في دولة تعاني من تبعية غذائية وتبعية طاقية نجم نستغلو في 200 ألف حاجة أنا لا نكريه بمليون في العام الهكتار هذاك لصالح مستثمر أجنبي كيف كيف وقت اللي الناس اللي باش تتمس أراضيها وماها وشمسها وهواها واللي تحب أنت الكل من الموارد هذية ما هيش امبليكي في رسم الخطط والاستراتيجيات نتاع انتقال الطاقي وقتها ما ينجمش يكون انتقال طاقي عادل وانما انتقال طاقي مسقط دونك علاش نمنوا انه مسقط؟ أول حاجة خاطر الاستراتيجيات الوطنية نتاع اللي قاعدة تو تخرج باسم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ولا باسم رئاسة الحكومة، الشركاء نتاعها بون نضال جبد المجتمع المدني، أما كيف نشوفوا ماهوش المجتمع المدني التونسي، شركاء شكون؟ نلقاوله جول جايزات في جايزات اللي هي وكالة التعاون الفني، ديما نقول استعمار الفني. أه دونك نلقاو لوغو باش نب لوغو الوزاره وهما اللي قاعدين يرسموا لنا في الاستراتيجيات نتاعنا كيف كيف في التقديم نتاع وفوق 2035 اللي حكى عليها نضال نلقاو البنود وغيرها اللي هما قاعدين يعطيوا في رايهم في الانتقال الطاقي نتاعنا احنا كتوانسه هل انه توانسة ناقصين معنا خبراء ولا ناشطين في المجال هذا هل انه الفلاحين والفلاحات التوانسه اللي اراضيهم باش تتمس في البانو والزيروليان وغيره ما همش معنيين والا ما, ما يفهموش كيسيون تكنيك ما مش لازم نامبليكيوهم ومن بعد ليك نجي انا نفرض عليهم نموذج تتصور تصور رسمته انا و... والخبراء اللي تابعين الوكالات نتاع التعاون ويلزمهم هما يتاعوا دونك هوني نجموا نفهموا انه الفلسفه نتاع الانتقال الطاقي اللي ماشى بها الوزاره من التعريف غالطه ساعه كما قال نظار وخلاف انها ما التعريف غلطه في التمشي غلطه اكثر واكثر، يعني حتى احنا مثلا في ستوبولوشن كنا قداش من مره راس الوزاره ونمشي قدام المقر ونحتاج ونرفع شعارات وما الى ذلك، ولا حياه لمن تنادي بل بالعكس نلقاو الاكسيراسيون تاع التصحيحات. معناها يعني انت كي تشوف ثلاثه قروضات في نهارين، زوز منهم باش يعملوا بلاين تونس ايطاليا وباش يعملوا قرض اخر زاد فيما يتعلق بالمساله هذه واحد للامن الغذائي زعما زعما خاطر احنا ما, ما القمح باش يشريوا وباش يوكلونا الخبز معنا اللي انت بلاد قاعده تعطي في اراضيك للمشاريع هذوما عوض اللي تستغلهم في حاجات اخرى تأمل لك ماكله شعبك دونك الانتقال الطاقي وقتاش يكون عادل وقت اللي يتم مراعاه الخصوصيه التونسيه وقت اللي يتم ال... الاستغلال ولا الانتفاع نتاع الشعب التونسي بدرجه اولى قبل اي شعب اخر بالشمس نتاعو وبالهواء نتاعو وبالارض اللي تنجم تكون مسخره لبرشا حاجات اخرين خلاف انها تكون في خدمه مستثمر اجنبي. دونك كيف نشوفوا شركات عبر قطريه وبعثات دبلوماسيه تتواتر على مقرات الستاك اكثر من مقر وزاره الخارجيه نفهموا انه فما كلك شوز كي كلوش معناها حتى في اجتماع مؤخرا كان قريب من غديك فما شكون من النقابه نتاع ستيك يقول انه ستيك ولين نحسوها وزاره خارجيه السفارات الكل قاعده تصب لنا وزاره الطاقه بطبيعتها وقت اللي كل ما نمشيو نعملوا وقفه غدّيكة نلقاو سفير قاعد ينيغوسي دونك اذا كان الكيستيون هذه تهم التوانسه علاش لانتيري هذا الكل نتاع السفارات نتاع الشركات العابره القطريه بالملف اذا ما فيهوش ربح مادي احنا نعرفوا اللي الملتي كي تدخل في سوق مش الهدف نتاعها صيانه البيئه والحفاظ عليها والتخفيض من الانبعاثات الهدف نتاعها ربح مادي بالاساس يجي على حساب شعوب تو طيب بعد صابر مع الهيدروجين الاخضر في بعض البلدان بالدم تويكا قاعد تعمل أه معناه فما برشا اعتبارات وطنيه لا يتم اخذها بعين الاعتبار وفما استراتيجيات يلزمنا معناها احنا نكونوا على قد المستوى نتاع الشراكه بين قوسين كلمه شراكه اه وعن تطلعات الالمان وعن تطلعات غيرهم من دول الشمال باش نجموا يرضاو علينا ويقولوا لي هذا ما قاعدين يمشيوا في سياسات ايكولوجيه وسياسات انتقال طاقي عادل سولون فيزيون تاعهم انا نوفق نضال في انه التعريف من اهم الحاجات لو كيف نبداو نعرفوا الامور باللي هي موجوده عليه وقتها نجم نعرفوا هل انه الانتقال الطاقي هذا عادل والا ظالم لابعد درجات آه شكرا عزيزي عايشك الكلام نتاعك يذك... اذا يرجعنا شويه الكلام صابر و رجعنا ممكن لسبب اللمه هذه ولا سبب اللي نويت استدعاتنا باش نعملوا النقاش هذايا مع بعضنا انه أه، البروف البروف يقول البروف انه تونس ما تحكمش نضال يقول مش موافق ولي أه، وفما ناس أه، موجوده وتساهم من موقعها بمجهوداتها على اختلاف مجهوداتها في رسم ولا نوعا ما في التصدي والا في دعم والا في ان رايها أه، في السياسات الانتقال الطاقي رغم انه مش بالضروره دوله تونسيه ماخذه القلب الفكري نتاع الانتقال الطاقي العادل كيفاش ان كيفاش قاعد يصير كيفاش نعرفوا انه بالحق شكون يحكم دوله تونسيه والا اللي تقول فيه انه الستيغ ولات وزاره خارجيه في نفس الوقت زيد قاعدين نتعرضوا زيد الخطاب الرسمي قاعد يقول انه تونس غير مسؤول على التغير المناخي الانبعاثات الكربون مسؤول عليها دول الشمال ونحن وعجبتني الكلمة نعاني في في أزمة المناخية اللي, اللي اقترحها نضال فمش من دورنا إن إن, إن نخفض من ال من انبعاثات الكربون ومنش نحن مسؤولين على التغير المناخي في نفس الوقت دولة سيئة نرقاوها واللي حكي عليها عزيز في ثلاثة أيام الفارطة ولا في نهارين الفارطة بعد العيد اتفاقية القروض اللي اللي صحت كيفاش نعرفوا بعيدا عن الضد والنشاط والحماسة نتاع نحن ضد هذه استعمار وكل بالضبط وعمليا كيفاش تحكم منظمة التعاون الدولي والاتفاقية التعاون الدولي من نعرفش كان رايك نضال في الموضوع هذايا بعد بتتخ ديريكت نتعداو لصابر باش يعقب ونكملوا مع ليلى ال... ال... النقاش حول الطاقات المتجدده على الاقل به شكرا امنا اللي رجعتي وعطيتني الفرصه باش نعاود ممكن جو ديفلوب الفكره اللي شاركتها قبيله دونك راني كوميم زاد يفو ديغ كو جيتي موان كاتيغوري كيفاش انت قدمتني لكن يعني ما يعني فما كيما نقولوا دي دوغري دو دو بوزيسيون كي ديفير ممكن في البانيل uh, هذا به راه انديبوندامون من هذه الكل دونك انت سالتني علاش ما راش هذه اولا ساعه uh, تجربتي ما يقارب 10 سنين مجتمع مدني خلتني نشوف انه تجربتي الشخصيه زاد انه في بعض في الاحيان كنا قادرين ان نوقفوا مشاريع وقفوا زاد قوانين انا اونوبليج ليتاركونيتر سون ايرور صار مثلا مع ملف النفايات الايطاليه اللي هي ايطاليا بعثتها زاد يعني مالغري القوانين الموجوده الكل في تونس والعالميه كما الكونفنسيون دو بال والا الاقليميه كما الكونفنسيون دو بماكو وغيره لكن هذا مش نقطه فما بركه زاد في تونس فما نقطة أخرى مهمة ياسر أنا أنا شخصيا زريقة قعدت نحكي برشا على لكن حبيت نوضح أنه رأي الشخصي حبيت نقول زادة راهو نشوف أنا ما يلزمش في الديسكور يعني دو فيكتيميزاسيون خاطر هذا ساهل برشا هذا يخلينا أنا يعني نرميو المسؤولية على أطراف أخرى حتى كان هي عندها مسؤولية سابوري يعني إكليبسي الرول والمسؤولية اللي عند التوانسة ك الحال يعني في الوزارة وإلا في التشريع يعني كنواب هذوما ما نكونوا زوز معطيات homes مقنعين برشا ليكم هذاك علاش نشوف انه واحده من النقاط الاخرى ان شاء الله تقنعكم هي انه مثلا عندي قدامي مشروع قانون للتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الاخضر اللي هو توا في البرلمان اللي هم بالطبيعه يعني برلمانيين توانسه اللي كتبوه ما نعرفش لاي درجه تم كان فما تدخل اجنبي تنخليكم بعد لكن لا بالحق خلينا يعني بعيد بعيد على الكومبوتيزم الحقيقه اللي انا ما نجمش ندخل فيه لونجل دابروش هذايا <applause> بتشجيع يعني هذا مشروع قانون يتعلق بتشجيع مشاريع الهيدروجين الاخضر، جوست نقطة واحدة يعني اللي هي ممكن من أهم النقاط يقول لك حطيتها ما تسمى حافز الهيدروجين الأخضر، دونك euh, يفسروا كيفاش كل شيء من بعد تتم... ت... تنتفع بالاعفاء من المعاليم الديوانيه والاداء على القيمه المضافه كذا كذا الالات والتجهيزات والمواد الخام والمهمات وسائل النقل الضروريه اكسترا دونك فما ان اونسومبل دو ويت آ, ارتيكل آ, نجم نعطيكم بعد ولا نجم زاده زاد اون لين موجود دونك حتى الجانب التونسي زاد راهو مسؤول لازمنا سي اون ريكوني با احنا نوتو ريسبونسابيليتي والرول كو لون بو جوي زاد راهو احنا اليوم يعني في ان بوليتيك توا اللي آ, 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 عمره ما مم... ما مم... من اقوى لي ديسكور يعني دو ولا ديسكور سوفرينيست ولي نلقاو ان ديسكور كرو علاش على خاطر نلقاو فما العديد من النقاط اللي تخلينا نشكوا على الاقل دونك اللي حشنا بيه زاد راهو احنا فما مسؤولين وفما سياسيين يعني اليوم زاد حشنا بدي فيزيونير ما حال ما تنجمش يكون دي فيزيونير عبد اللي راهو كيفا تراسي ولا كيفا ابليكي الاستراتيجي استراتيجي تام. يعني ماهيش حاجه كي ريليف دو 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 كاركتير دو 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 كاركتير دان فيزيونير دونك حشنا بدي استراتيج كي ساف يعني planifier l'action planifier ou euh, euh, exécuter euh, ce qui est fait. Mais le moment politique de à l'État est très particulier. À la ça crée des clivages, des divisions, des interrogations. Ça ne crée pas de débat. Donc, Je peux m'exprimer au nom de le, du groupe, Personne ne nous a sollicité. Personne ne nous a ouvert euh, une porte ou elle a, euh, un, un الاسباس دي شونج ولا دو ديالوغ دونك هذاك علاش الامور قاعده تمشي بدرجه بديناميكيه كبيره ياسر ما شفناهاش قبل ومن بعد ما فماش لو بورتاج بوليتيك يعني نلقاو انه فما تصحيحات فماش حتى حد اللي كي سيكسبريم اللي يفسر شنو هو التوجه وشنو هو الغايه اللي وراها يبقى زاد راهو الدوله يعني يظهر يعني هما سون تري براغماتيزم دون لو فيت كونت يديز انه راهو الدوله مش قادره انها تستثمر في في المشاريع هذه الضخمه مثلا توا عندي قدامي اي وجو كونكلو مره اخرى دونك اه مثلا ال ال استراتيجيه الانتقال الطاقي تتكلف يعني 55 مليار اه دينار للوصول للاهداف المرسومه في افق 35 ما يسمى بخريطه الطريق ل ال للديبلومون تاع الهيدروجين فير والتكنولوجي اللي معاها كل تتكلف يعني ما يقارب 117 مليار دينار دونك هذه يعني استثمارات كبيره لكن مع اللي قلت كل هذا ما يمنعش انه الحوار والنقاش مع المجتمع المدني حاجه لازمه وحاجه الى حد الان ناقصه وهكذا ولا هكا ما نعرفوش شكون الفيزافي نعرفوا اللي هي كل شيء يصير باسم وزاره الطاقه لكن فما حد كي, كي سيكسبريم اللي يخرج بيبليكمون ويظل شفناه حتى في وزارات اخرى. إيه انا باش نعقب على المقترح القانون اللي حكي عليه نضال اللي هو مقترح قانون موجود توا في مجلس النواب وقاعد يتناقش على مستوى لجنة الطاقة القانون هذا تقدمت به عشرة نواب من نفس الكتلة الكتلة ينتصر الشعب والقانون هذا كوبي كولي على القانون تاع مصر خاطر مصر سي بون صدقوا عليه القانون الموجود معناتها كان تعملوا طلع على القانون وتشوفوا القانون تاع مصر تلقوه كوبي كولي دونك هذه اشارات استفهام كبيره برشا المتعودين عليه انه نوعيه القوانين هذه تتقدم بهم الوزاره وزاره الصناعه والمناجم بما انها هي الوزاره المختصه هي اللي تقدم مقترح قانون آه لمجلس النواب توا ثم عشر نواب من نفس الكتله ظاهرين خبراء الكلهم في الهيدروجين وتقدمونا بالقانون المقترح قانون هذا حاجه القانون هذا فيه اعفاءات جبائيه وماليه تخوف معناتها المستثمرين الاجانب نوفر لهم الاراضي باسوام مهينه نوفر لهم الماء وباش يصدروا الهيدروجين الاخضر ونزيدوا نعطوهم اعفاءات جبائيه وماليه كبيره هذا يراه اسمه مس من الماليه العموميه اللي 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 اقترحها القانون هذا شكون عطاها الحق باش يمس آه المال الشعب التونسي خاطر الضرائب هي اموال الدوله واموال المجموعه الوطنيه في الاخر دونك هذايا تعقيب على القانون هذايا وان شاء الله ما يتعداش آه به تو نرجعوا للاشكاليات وعلى دور المؤسسات الماليه المانحه وعلى دور الالمان في الحكايه هذه يا جماعة تونس عندها عجز طاقي نجيبه في الغاز من البر دونك الأصل في الحكاية اللي كل طاقة شمسية أو طاقة من الرياح تمشي للاستهلاك متاع المواطنين تونس مش معقول أنت عندك عجز طاقي وأنت تحب تعمل طاقة متجددة مش للاستهلاك متاع التوانسة إنما لإنتاج الهيدروجين باش تصدروا لألمانيا مش أراضي أكهولة هنا باش نستنزفوها ومش الطاقات المتجددة التوانسة أولى بها تو ألمانيا أولى بها ما ثم إشكاليات أخرى فيما يتعلق بالهيدروجين بخلاف ان الطاقات المتجددة اللي نورمالمون تمشي للتوانسه تمشي للالمان زاد الماء الهيدروجين الاخضر باش يتم انتاجه على الاقل حسب ما هو موجود في الاستراتيجيه باش يتم استعمال 250 مليون متر مكعب من المياه الجايه من تحليه مياه البحر كميه المياه هذه اللي كيفالون تاع ثلث المياه في السدود نتاع تونس الكميه هذه باش لها عمليه التحليه ثم اه في اونفييرمنتال اه خايب برشا اللي هو عمليه التحليه نحلوا الماء وثما المياه شديده الملوحه لترجع ترجع للبحر اللي هذاك يقضي لك على الاقتصاد الازرق ويقضي لك على نشاط صغار الصيادين ويتسبب لك ازمه ايكولوجيه كبيره برشا هذايا نوع من التصدير نتاع الازمات البيئيه من دول الشمال لدول الجنوب هذا واحد اثنين راهو الهيدروجين الاخضر من ما نجموش نستعملوه في نسيجنا الصناعي ما نسحقوش لا في الرافيناج نتاع البترول لا نستحقوه في لا عندنا بالكتريك يمشوا بالهيدروجين ولا معناتها ما نستعملوش في نسيجنا الصناعي الألمان حاجتهم به دونك احنا رضخنا ومشينا غاديك عندنا اولويه اخرى اللي هي نورمالمون كل موارد الطاقيه الجاي من تمشي للاستهلاك نتاع تونس اثنين الاولويه الثانيه اللي يحكي عليها عزيز تبعية الغذائيه تونس راهي تورد في اكثر من 90% من القمح من الخارج راهو اخر قرض تمت المصادقه عليه في البرلمان قرض 300 مليون دولار باش ناخذوا القمح معناتها احنا بلاد ناخذوا في قروضات باش نشروا القمح مع ذلك يتم التفويت في مع كميه كبيره من المياه لانتاج الهيدروجين للمواطن الالماني يتم في تفويت مساحات شاسعة من الأراضي تقدر ب ألف هكتار، أي ما يقارب مساحة تونس الكبرى مرتين، أي ما يقارب مساحة توزر، ولاية توزر بكلها، تخيلوا كم المساحه الشاسعه نتاع الاراضي اللي باش يتم استعمالها مش للتوانسه مش لحاجيات التوانسه الطاقيه ومش باش نلقوا حل للعجز الطاقي انما باش المواطن الالماني يخدم كهربته بالهيدروجين معناتها الماء ماشي للسدره المواطن الالماني هو الاولى به الحاجه الاخرى الاولويات نتاعنا شنو ما هوش قاعد يصير نقل للتكنولوجيا معناتها التكنولوجيا نتاع الهيدروجين اللي تعتمد على المحللات الكهربائيه الالكتروليزر اللي بانو فوتوفولتايك الايوليا e -E. هذوك من كل تصنعوا البرة واحنا باش نجيبوهم بالعمله الصعبه معناتها مازلنا نحكو على التبعيه التكنولوجيه وغاديك وين فما التشغيل وخلق الثروه وكذا الدول اللي باش تصنع لي ماشين هذوما هما اللي باش يعملوا خلق للثروه وتنميه حقيقيه و.. واقتصاد ونشاط صناعي هذا كل ماهوش باش يصير انت مطالب انك تورد تكنولوجيا ذات قيمه مضافه عاليه وتصدر مادة خام اللي هي الهيدروجين مثلا ذات قيمة مضافة منخفضة جدا وهذا هو التقسيم الدولي للعمل المعمول به من من الاستعمار ومتواصل توا معناتها اوكي الحاجة الأخيرة اللي راهو الهيدروجين, الهيدروجين الأخضر باش يدخلنا في منطقة الديون لأنه تونس باش تصدر الهيدروجين الأخضر لازمها تعمل نبيب. تعمل انابيب من قطاطا حتى تكشي إيطاليا يتعدى بالنمسا ويوصل لالمانيا باش تهز الهيدروجين ويزم تحضر لابرات نتاعك البورت نتاع جرجيس وجابس وبنزارت وكذا هذه كل لازم فلوس الفلوس هذو باش ناخذوهم قروضات من البنك الدولي والمؤسسات الاوروبيه المانحه ومن بعد راسين نصدروا في اكثر ما يمكن من الهيدروجين باش ندخلوا شويه دوفيز ونجيبوا اكثر ما يمكن توريست في وقت اللي عندنا اولويات اخرى هذه هو آه شكرا صابر كنا او كنت باش نحكي نفس الحكايه انه باش نطرقوا اكثر للخطاب نحو انه فما نجاعه ولا مردوديه اقتصاديه لتصدير لاستخراج وتصدير الطاقات المتجدده الهيدروجين الاخضر وايضا الطاقه الشمسيه في انابيب الاوروبا وكان ممكن السؤال اللي كنت باش نتوجه به الليله انه هل انتاج وتصدير الطاقات المتجدده تنجم تنعش الميزان التجاري في تونس ليلى ممكن اكثر باش نمشي لانه ممكن غطاها صابر جانب ال... جانب كبير من الفكره ذي غطاها صابر انه باش لكلمه قالها نضال انه اللحظه السياسيه في تونس توا مهمه جدا معناها فما برشا نقاش لكن ما فماش نقد ولا نتاع نقد حقيقي قاعد يوصل ونتوجه به لصناع لل... القرار والا للدوله ولا ما نعرفوش لشكون قاعدين نتوجهوا في حين انه نضال قد خطاب الضحيه اللي هو قالوا خطاب الضحيه ك دي زوفيسيل الخطاب السياسي للسلطه التنفيذيه ولا للتشريعيين انه نحن ما انتجناش لم نكن سبب في, في هذه الازمه المناخيه فليس من المطلوب منا انه انه نتصديوا للازمه هذه في نفس الوقت شنو هو تقييمك ممكن باش نختموا مع الفكره هذه لانه السياسات فسياسات السلطه التنفيذيه وسياسات الحكومات والحكومات اللي انا نقول متعاقبه أه ما فماش أه فرق كبير من قبل الثوره ومن الثوره والتوا في هو خط بدا وقاعد أه متواصل خذيل أه ممكن وصل الاوج نتاعو توا أه ممكن بعد اللي يحكي عليه صابر انه الحرب ولا كورونا ولا المرة دي توجه لي سؤال توجه لي برشا أسئلة قبيلة قلت بون باش نجاوب مش باش نطول في ساعة في ساعة وخلي الكلمة توا باش ناخذ باهي نتاع بكري وتا... باهي أنا أول حاجة جو في غياجيغ على اللي قلته أنت بكري يا أخي هل المشروع نتاعنا هذا نتاعنا هذا نتاعنا المشروع كان جا المشروع هذايا نتاعنا راه عندنا واحد تونسي قدم لنا فيه راه فما شكون يحكي على مشروع تونس للانتقال الطاقي هذا ما عندناش فكرة الانتقال الطاقي أولا لا يمكن أن تعزل عن فكرة الانتقال الإيكولوجي ككل يعني باش يكون عندك انتقال طاقي حقيقي أنت مطالب أنك تعيد النظر في منوال التنمية متاعك وأخذ بعين الاعتبار جملة الموارد الطبيعية اللي منها الأرض والماء لكن مش كان وجملة الموارد البشرية و و تبدأ أنت تعاود تفكر في النظام الاقتصادي الجديد آليات التمويل الجديدة علاقة الدولة بها الاقتصاد هذيا علاقة المواطن بالموارد نتاعو وكل هالأسئلة هذيا اللي في الحقيقة تحتاج إلى مشروع وطني وتحتاج زادة إلى عقد اجتماعي شو معناها عقد اجتماعي اتفاق على المستوى البلاد مع الكتل الناشطة في البلاد ريالما الناس اللي تخدم الفلاحة الناس اللي انفورمال كومبليتمون خارجين على النظام الرسمي الناس المعنية مباشرة بالمسألة هذه احنا كان جاء عندنا مشروع بالنوعية هذه فيه كاز اسمها ايدروجين اخضر والله قال في الهم عزيز نستحقوا عبرتول الامونياك في الجروب شيميك وبارامول جروب شيميك في فكرة النظام توا اللي هو مازال متواصل احنا كنا نتمناو اللي احنا في اللحظه التاريخيه هذيا ونقولو سي بون راهو من هنا ال 50 سنه وفاء الجروب شيميك وفاء الفوسفات وفاء الانظمه هذيا الرجعيه الاستخراجيه سامحوني في الكلمه البهيمه خاطر هذاك هو انت شنو معناها بلاد ناقصه ماء وانت تبيع في الماء شنو معناها؟ غلطناها الغلطه هذه في الفلاحه وخلصوا فيها توا غلطناها في الصناعة نفس الفلسفة راهو اللي حكمت في الصناعة باش تحولنا من بلاد منجا لسنيسي جوا و إلى بلاد القوم نتاعو والمواطن باسم الفريب باسم الفريب شكون منكم يشري حوايج جدد حتى حد هذا اللي قاعد يصير هذا اللي قاعد يصير في موضوع الطاقات المتجدده باهي يقول القايل توا طرحت المشكله ليه مش توا طرحت المشكله طرحت من قبل 2009 وقت اللي تعمل البلان سولير البلان سولير في حد ذاته كان عليه برشا خلاف على خاطر ما عملوهش توانسه في 2015 وقت اللي تعدى قانون الطاقات المتجدده انا كنت وقتها نخدم على الموضوع هذايا ونفس الشيء القانون في حد ذاته تكتب بالبرة ما تكتبش في تونس المسار اللي مشي فيه ماشي فيه راهي تونس مقيده عمليا ماديا بالديون ومقيده زاده فكريا بطريقه طرح مشاكلها. انت كي تلاحظ انه ما عندكش امكانيه انه المكاتب يبدا فيها ما وضوء، ما تقولش اللي راهي اولويتي هذيا، تمشي تلوج على الحل الطاقه ما انت ماكش قاعده تحاول تلوج في حل طاقي، انت قاعده تحاول تلوج في حل مالي، فرق كبير. أ partir de là, شنو اللي يحكم فينا منطقة الدفيز ودخول الدفيز يا خويا هي تنحكيو فيه بيه يا أخي بغض الطرف على مشاكل فكين الاراضي نتاع الفلاحه ونتاع الرعاة وتمسيخ البحر نتاع الصياده وبغض النظر على المال اللي باش يمشي على خاطر راهو كميات مهوله معناها يصعب واحد يتخيلها من عملت شويه عمليه حسابيه ضغط دخت, دخت. معناها الليتر الكيلو هيدروجين يتكلف بطريقه كيميائيه نظيفه يعني كي تعملوا في لابوراتوار تسعة لترات ماء كي تعملوا اون كونديسيون غيل نحكيوا على 21 ما بين 21 و27 لتر ماء بور كي تحكي توا على سدي معناها نحكيو على 50 لتر باش تجبد من البحر باش نخرج منها كيلو هيدروجين والباقي باش نعاود نطيشو بالوسخ اللي فيه الكل والمشاكل اللي فيه الكل هذو لي غابور كيفو كو التونسي يفهمهم معناها هذوما ليكواسيون نتاع الانتقال الطاقي ما تتحلش بالطريقه هذه باش تتحل ليكواسيون نتاع الانتقال الطاقي تتحل باللشال، تمشي باللشال الصغيره تبدا تحل المشاكل وانت مع الناس المحتاجين للحلول حاليا اليوم في تونس وبشويه بشويه اش معناها يعني دخل البلديات دخل الشركات المحليه دخل يقول الشركه خليه راهي ديما نقول قائد البانو فوتوفولتايك حاجه تصنعت في الخمسينيات لليوم معنا حتى شركه قادره انها تمنتي بانو فوتوفولتايك حتى كان جابت البيس من برا مثال جابت البيس من برا في مرحله اولى وادعموا باش ينتجها محليا ادعموا باش ينتجها محليا انت عندك مؤسسات الدوله في حد ذاتها هي اللي عملتهم ناخذ مثال مثالش باش ناخذ المثال هذا خاطر مهم شركة البيئة والبستنة والغراسة بقبلي قبلي مانيش نحكي على الاخرين ظرفية خاصة ووضع خاص ومهم واحد يت... يت... ي... يركز معاها عملتها الدولة هي اللي انتدبت الناس انتدبتهم بكونكور فيهم 150 كادر وفوق 300 خدام من اللي كادر هذو الثلث متاعهم مهندسين يحبوا يخدموا على طاقات المتجدة ومنهم مهندسين اخرين يحبوا يخدموا على الفلاحه لقاوها واحله الحكايه كومبليكي في حكايه الفلاحه أه, الطاقات المتجبده بداوا فعلا في الفلاحه وخدموا انت علاش ما تعطيهش اللي اللي هي حكايه فارغه فريمون يفو غين. وقت اللي انت مجموعه غادي سايي اداره موجوده وليز انجينيور نتاعها وكل وتسكر عليه البيبان باش تجيب توتال باش تنتج لبرا هذا كيفض لك اخزر قداش من موطن شغل أخذ قداش مشكلة نتاع بيار بلاش ما اخزر قداش من دار بلاش يعني اخزر قداش مشاكل تنجم تفضهم وانت تعول على الطاقات المحليه نتاعك ان كانت طبيعية، موارد طبيعية ولا بشرية ولا حتى مادية ومالية. إمكانيات التعب في تونس راهي موجودة، مش صحيحة يقولك ما عندكش فلوس. ما عندكش فلوس كي تحب تعمل كونتيتي نتاع تصدرها لأوروبا، إيه ما عندكش فلوس. ما عندكش انا كي باش تعمل كونتيتي تضوي بها وداوي بها وتعمل بها الحاجات اللازمة لازم العبيد عندك وعندك منين تجيب عندك عندك عده اليات لتمويل الانتقال الطاقي الحقيقي يعيشك ليلى ممكن بعد قبل ما نختموا ونعطيه الكلمه للحضور نختموا بما هي البدائل الممكنه لل للانتقال الطاقي الحقيقي الاكثر عادله والاكثر المناسب لحاجيات التوانسه قبل ما نتعديو المهى البدائل الممكنه نحبوا نحكيو اكثر وخممنا انه نحكيو اكثر لانه فما كيما نرجع لكلمه نضال ما فماش نقد ولا دي نتاع نقد ولا ديبا حقيقي في نفس الوقت نسالوا رواحنا ونسي بوزي حتى مع نويت الاخوان في نويت انه اين الحراك البيئي والحركات البيئيه من من هذا الكل عندنا دي, دي جيو جيوبوليتيك عالميه موجوده دول شمال ودول جنوب وحكيو عليها جماعه المان وفرنسيس وامريكان عندنا دوله تونسيه مش بالضروره قاعده بين كما قالت ليلى تعمل على روحها والا دوله تونسيه اصلا مقيده بالديون وهذا اللي قالته ليلى في في نفس الوقت عندنا زاده واقع اقتصادي واجتماعي صعيب وقاعد يصعب اكثر فاكثر بالتداعيات العالميه بعد كوفيد وبعد الحرب وتبعيه اقتصاديه تبعيه غذائيه وتبعيه طاقيه في هذا الكل في تونس من 2011 لليوم فما حراك اجتماعي موجود شعب يغلي والحركات الاحتجاجيه موجوده اللي طالب التنميه والتشغيل واللي طالب هذاك علاش فكرنا انه ان لوحدة للستوب بولوشن للوحده من من اكثر الحركات البيئيه اللي كان عندها امباكت في تونس من الثوره لليوم واليوم ما موجوده وعندها اسبوعين في اليوم العالمي للبيئه كانت عملت نظمه مسيره في جابس احتجاجا على التلوث اللي اللي قاعد ينتج فيه الجروب شيميك المجمع الكيميائي التونسي فاين أه كيفاش ممكن توما في ستوب بولوشن تراو موقع الحركات البيئيه في تونس توا أه في التصدي للازمه المناخيه والا في انك تحاول تبني وتعطي رايك وتتدخل في صناعه أه مشاريع الانتقال الشامل اللي حكيت عليه ليلا نحكي على انتقال تكنولوجي مش بالضروره فقط طاقه <applause> هو في اطار تحديد الخصوم احنا في ستوب لوشن ظاهرين شكون خصومنا وكنا توجهنا لهم في مرتين مختلفين ساعه قلنا ما فماش اسباس بيبليك باش نعبروا دونك احنا نحاولوا انه نفكوه كنا في 8 مارس توجهنا للوزاره سلطه الاشراف وكنا في 24 افريل بمناسبه الذكرى العالمي لمناهضه الامبرياليه والاستعمار توجهنا للجيزات دونك احنا نعرفوا شكون اللي قاعد يدور في الدولاب في الامور هذية وقاعدين نعرفوا لشكون نتوجهوا أه صحيح كلامك انه الحراك الاجتماعي بصفه عامه والبيئي بصفه خاصه قاعد يتراجع وذي عنده برشا اسباب فما اللي يعتبر انه الحراك البيئي هو حاجه كومفور جوست خاطر اسمه بيئي لكن في حقيقه الامر كيف نجي ونشوفوا المساله في العمق نتاعها نستنتجوا ديما انه الحراك البيئي مربوط بالاساس بالاقتصادي والاجتماعي وغيره احنا كي المظاهرات حتى على مصبات مثلا وين نلقاهم؟ نلقاهم في عقارب، نلقاهم في سيدي حسين، نلقاهم في مناطق شعبيه وين الطبقات الشعبيه اللي تعيش غاديكة في وضعيه هشاشه وغيرها وغيرها. نلقاو زاد كيف كيف الناس اللي ساكنه حذا الجروب شيميك قاعده تعاني في جابس وقاعده مرضى ببرشا امراض خطيره جدا تهدد الحياه وتهدد الحق الانساني الاول. من هوني نرجع الخمسة جوان اللي كانت فيه المسيرة متاع اليوم العالمي للبيئة الناس اللي تحتفل فيه احنا كان بالنسبة لنا يوم غضب علاش على خطر فما سبع سنين نهار تسعة في الشهر ذي نقفلوا سبع سنين من قرار حكومي في تفكيك وحدات المجمع الكيميائي ودون تفاعل اهمال مطلق حتى وقت اللي ما حكيناش على تفكيك الوحدات وحكينا على معايير السلامة في المجمع الكيميائي في العام اللي سبق قاعدين نستنتجوا حتى في العام هذا انه الارواح تمشي وتزيد تتخسر في المجمع الكيميائي هذا اللي في برشا في قاب السمي مجمع الموت اخرته اليوم الصباح كان فما عامل لقى مصرعه في في المجمع الكيميائي دونك الحراك البيئي هذا اللي لازم نعاو به الناس الكل انه متقاطع في جل المطالب نتاعو مع الحراك الاقتصادي والاجتماعي ومتقاطع في معظم المطالب نتاعو بالمطالب الشعبيه اللي الناس طالبتها في عيش سليم في بيئه كريمه في اللي تحب انت حتى نرجع ديما للكلام نتاع المواطنين المحليين اللي يسكنوا بجنب المجمع الكيميائي فما شكون قال كلمه ياسر قاعده تضرب في الاذان نهار 5 جوان قال احنا مانيش طالبين شيء طالبين انه نتنفسوا نتنفسوا هو نظيف معناها ايماجين العباد وين وصلت المطلبيه نتاعها في بلادنا العزيزه انه طالب يتنفس هو نظيف هذا مواطن مواطنة أخرى زادة تشكو من الأمراض نتاعها للببليك تحكي على كيفاش هي جراء المجمع الكيميائي عانات من المرض كذا وكذا وكذا وتسمي فيهم بالعمل نسيتهم سلطات الإشراف ماناش فاهمين التوجه نتاعهم فيما يتعلق تفعيل قرار تفكيك الوحدات ولا فيما يتعلق بالانتقال الطاقي والاستراتيجيات الوطنية أي الاستراتيجيات الوطنية فيما يتعلق بالطاقات المتجددة وين ماشيين ماشيين نحو طاقات متجدده بثوب نتاع استعمار جديد ماشيين نحو اهمال مطالب شعبيه عندها سبع سنين من اللي نوعا ما حقت مكاسب ماشيين نحو آه انه نهملوا بعض الحقوق على اساس انها ترف على حساب حقوق اخرى الورك هما الحقوق هذوما آه مترابطين وكيف كيف زاد في كونتكست جينيرال فما برود نوعا ما للشارع في ما يتعلق بالمطلبيه نتاعو علاش على خاطر برشا من الناس تويكه ماهوش خطاب يأس ولا حاجه اما برشا من الناس عيطت عيطت طالبت طالبت لكن ما فماش تفعيل دونك بشوي بشوي الناس تاخذها الدنيا ويطبعوا مع الشيء الموجود دونك دورنا كمجتمع مدني سواء كان ستركتييري كيما الجمعيات ولا الناس اللي تخدم على الشيء هذا في ديزورغانيزم ولا الدور زاده لي موفمون سوسيو اللي هما حاجات دي جروب انفورميل موجودين منهم من غادي في البلايص الكل انه يتم التشبيك ويتم بناء قواعد صحيحه تناضل مش سامحوني في كلمه تستقات من لي هذوما وانهم ياخذوها ككيستيون بريوريتير في مصير بلادهم مش ككيستيون تاع ماعرفش باش نولي نكلاشي الامام تاع بروجي ولا حاجه كيف هكاكا دونك لسبري هذايا زاد برك شويه الحراك الاجتماعي والحراك البيئي في برشا محطات وكيف كيف سامحني النظام القائم تويكا قايم على انه فما مشروعيه للحاكم كبيره برشا دونك اي حاجه باش تجيبها وزاره ولا باش يجيبها ناطق باسم السلطه دونك يزلنا ننخرطوا فيها واي واحد باش يعارضها حتى المنطلق نتاعو وطني والغيره نتاعو على السياده اكثر من السلطه بيدها يولي خاين وعميل وبرشا منا معناها في في المواقع تاع التواصل الاجتماعي خصوصا لو انه ما نعدلش عليهم يتعرضوا للهرسله اليوميه في الشيء هذايا وكيما صابر مثلا كل الدعم يا <applause> نرجع زيد شوية لصابر حبيت أكثر أنا ممكن نختم جاتني الفكرة مع اللي مع اللي كان يقول فيه عزيز على شنو اللي نعتبروه نضال بيئي ولا نشاط بيئي ولا اكتيفيزم فانا كنت باش نسال سؤال نضال لانه نضال حكى على ممكن تجربته في التدخل نوعا ما ولا في التاثير نوعا ما على تغيير ولا تعديل السياسات والكل ف اكزامبل ستوب بولوشن مهم للدرس لانه هي كيما النضج حركه عفويه جيت جيت من مود بس للتصدي والا للاحتجاج على التلوث الكبير والمهول اللي قاعد يقوم فيه المجمع الكيميائي في نفس الوقت طبعا معناها الثوره لليوم كنا نلاحظوا فما ديبا والنقاش الفكري اصلا موجود حتى مش في تونس في دول في دول جنوب بصفه عامه نحكيو على حركات بيئيه فحركات اجتماعيه ونحكيو على نضال عبر ممكن اللي سميتهم انت دي اكثر منظمه مجتمع مدني جمعيات منظمات ما من نعرفش نظام, نظام تقييمك جوستومون للفتره اللي تعديت واكل بوان التفاعل بين الحركات الميدانيه الاحتجاجيه اللي مطالبه ممكن بالحق في الماء ضد التلوث وممكن أكثر مؤسسات ولا منظمات المجتمع المدني ولا الجمعيات اللي ممكن بطريقة أخرى تخدم أكثر على دوسيات منظمة وستركتورية كيما الانتقال الطاقي والكل وفي نفس, نفس الوقت ممكن نسأل منعش تقييمك أنت للتجربة هذه وكيفاش تشوفها وإلى مدى الحركات المجتمع المدني ولا الجمعيات ولا نسيج جمعياتي في تونس يعتبر حركات بيئية شكرا آمنة مش متوسع برشا خاطر وأنا نخمم فيها لقيت برشا إجابات ممكنة لكن وزيد خاصنا نحكي على عشر سنوات زاد أو أكثر توا عاد سنة من الحراك البيئي على الأقل المنظم فما مرة أخرى أمام بوليتيك هو يخلي الأناليز تكون مختلفة جدا لأنه فما اوباسيتي كبيرة فما من جانب يعني السلطة لكن العداله البيئيه والمناخيه المناخية لازم يتم تاسيسها اكثر كما يتم تاسيس ايضا الإيكولوجيا بصفه عامه الاستراتيجيه على استعمال البيئه اللي هي نراها يعني مصطلح سطحي كثير ياسر في تونس وهو اللي عنده يعني يفسر علاش البيئه قاعده يعني توجور ريليغي او سكون بلون بارابور للمشاكل الاخرين كنا نحكي انا قبل والجروب زاد قبل ما نبداو على كيفاش الطاقه تنجم تكون متجدده لكن غير نظيفه يعني فيخت ولا وعلى... نقول في لابلي مارغريس ماهيش بروبر دونك كيف كيف الحقيقه في التحركات الموجوده، التحركات البيئيه، فما دي نيونس دو فيه، فما شكون راديكالي اكثر من الاخر، فما شكون عنده ابروش يعني دو كونفونتاسيون، الاخر ممكن لا، آه هذايا ممكن يخلي انا زادا آه كمجتمع مدني مهم ياسر اونكري آه اون ديناميك لحد الان ممكن فكره موجوده هكا لكن آه ماهيش متبلوره، يفو لارتيكولي الديناميك هذه، يفو يعني آه 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 بروفوكي <applause> هذيا لازم على خاطر ماهيش فاعل واحد ولا فعله واحده ولا اورجانيزيون واحده اللي باش تنجم تواجه المشكله هذيا، واحده من النقاط الاخرى المهمه هي زادها مع التاسيس هي ممكن اخراج الموضوع على سبيل المثال مشروع موضوع الهيدروجين الاخضر اللي هو <تصفيق> 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 دونك الموضوع الهيدروجين الاخضر اللي هو موضوع تقني بحث لازم نحاولوا نخرجوه نلقاو طريقه في الخطاب في التوجهات نتاعنا نخرجوه من الجانب التقني هذاك ونوريو انه فما زاد دي كونسيديراسيون اخرين مش فقط يعني تقنية خطر المشروع متاع يعني الدروجين الأخضر هو مشروع يعني سي بروجي إيكونوميك راه لا سي با أن بروجي يعني, يعني دو لوت كونتر لا كريز كليماتيك وإلا أوتر يعني هذاك علاش ما نلقاوش حتى زاد ممكن تمشي اندستريال اللي كيساليني مع التمشي هذايا الاقتصادي كيف كيف نلقاو مثلا في الاستراتيجيات المناخيه فما دي ريفيرونس صغار الهيدروجين الاخضر لكن ماهوش ان بيليي يعني موجود في لي زاكسيون في لوفي

الأحزاب سياسيه اللي هي تنجم تعطي إن آوتر ديمونسيون لليكولوجي في تونس، موضوع الماء، الطاقة، الفلاحة، حتى السيادة، السيادة سي ان ديسكور يعني كبير ياسر في تونس لكن ديسكور كرو، أنا نقول سي دوطون ا بوزوا سي اون سوفرينتي اندليكويل، كيفاش تكون هذي سوفرينتي اندليكويل هذايا، التفكير لكن زادا كومون لا سيتوي في في لروفونديكاسيون دي بلي دو سود. qui fait peut-être créer des coopérations sud-sud, je ne vois pas le placementé en Afrique, parce l'Afrique, c'est un culte il cherche à se défaire de la mainmise ou de la domination, comme on le voit par exemple en Afrique de l'Ouest ou dans le Donc, c'est un culte qui peut, je l'ai dit une fois, pas seulement des visionnaires, des stratèges, qui ont, à ce moment-là, l'intervention qui peut se faire sur deux niveaux, le niveau international et européen.

Donc, c'est un niveau, le deuxième niveau, c'est le niveau national. On doit secouer les décideurs, on doit provoquer l'espace de dialogue, on doit s'organiser en interne. Je sais pas, j'opte toujours pour une approche constructive, qui peut se montrer concluante, mais on verra, en tout cas, la dynamique est l'aise. Voilà, je m'arrête. شكرا نضال صابر ممكن نفس السؤال بتعديل ظريف نضال كان حكى عليه التشبيك مع والى توسيع نطاق النشاط في افريقيا جغرافيا ولا مجاليا في في القاره الافريقيه وايضا مع دول الشمال نحب نسالك اكثر على وحكي اصلا على عدم تسييس القضايا الايكولوجيه ولا البيئيه فما نحكيوش على احزاب سياسيه حامله لمشاريع بيئيه في تونس ولا ايكولوجيه في نفس الوقت نحب نسالك اكثر على اهميه التشبيك كما نقول اوريزونتالمون مع ممكن الحركات النضاليه والحقوقيه الاخرى غير البيئيه فالحركات الحقوقيه المطالبه بالعداله الاجتماعيه حقوق الاقتصاديه والاجتماعيه نحكيه على حركات نسويه على حركات المطالبه بالحقوق السياسيه ولا الحقوق الفرديه حكينا قبيل على سبيل دعابه انه صابر لانه تصدى لل... كان عنده خطاب واضح و... وغ... ومعلن التصدي للهيدروجين الاخضر كان يعني عرض الهرسله نعم. نحو انك غير وطني فشنيه أم... فوالا كيفاش نجموا أوريزون اوريزونتالمون في تونس وهل هذا قاعد صاير ولا لا حول مشاريع الانتقال العادل كما صار قبل حول مثلا مشاريع لاليكا والا الغاز والا ولا. هو آه ثم نوع من الحاجه قاعده تتكون نوع من التحالفات قاعده تتكون مثال التحرك اللي كان يحكي عليه عزيز في 24 24 أفريل كانوا مشاركين فيه اربع اطراف ستوب بولوشن كحركه كحركه اجتماعي اقتصادي بيئي كانت فيه تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين كانت فيه اتحاد الطلبة لوجات وكانوا فيه نقابيين الجامعة العامة الكهرباء والغاز هذوما الكل اتفقوا انه شعار الامبرياليه وشعار معناتها الامبرياليه الطاقيه والاستعمار زاد هو جي زاد هذاك علاش ثم نوع من النقاشات اللي قاعده تصير وكذا ثم سرتان ديناميك جبتوا الافريك وانا عندي رقم مهم برشا على الافريك 600 مليون مواطن في الافريك ما عندوش ضوء ما عندهمش الكتريسيتي مع ذلك في الافريق نسمعوا كان مشاريع الهيدروجين مع شركات اجنبيه وكذا 970 مليون مواطن ما عندهمش اكسي للغاز كلين كوكينج ما شيء يطيبوا فيه <applause> يطيبوا بالحطب اللي تسبب برشا امراض مع ذلك القاره السمراء باش يتم استعمالها مره اخرى كباتري لحاجيات اوروبا التقية بعض خط الحراك البيئي هو في الاساس نجم نقولوا حراك اجتماعية ما تصورش واحد يدافع على ارضه نسموه حراك بي. بي. مثلا نعطيكم اسم عبد الرحمن الحويتي مواطن سعودي تقتل برصاص خطر رفض انه يسلم في الارض نتاعه وهو قبيلته الحويتيه لمشروع لانتاج الامونيا الخضراء يعني الامونيا هي تنتج من الهيدروجين الاخضر في مشروع نيوم السعودي دونك هذاك مواطن تقتل ثم زوز حكمه ب 50 سنه وثم شكون تحكم مؤبد معناتها في السعوديه في جنوب افريقيا 160 هكتار تفكت باش يعملوا انتاج الهيدروجين الاخضر في فيزابيليتي تمولت من الحكومه الالمانيه في البرازيل شركه اسمها ليند باش تعمل هيدروجين الاخضر وثما معناتها اعراق ومشاكل كبيره مع لي بيبل انديجين وتعرفوا البرازيل وشنو فيها والكل هذا يرو باش يصير في تونس لانه الهيدروجين الاخضر باش يتم انتاجه في قبلي وتطاوين وقابس ومدنين هذه الولايات اللي باش يصير فيها هيدروجين فالي الوادي الهيدروجين وحد الان المسؤولين كي يصرحوا ويحكوا على الهيدروجين ما يحبوش يقولوا على الاراضي وين لانه أراضي هذيك تنجم تكون اراضي اشتراكيه تعروش كما صار في سكدود فكوا 400 هكتار في قفصه تنجم تكون اراضي رعويه فيها الرعاه يرعوا بالبل وكذا الاراضي كل تكون محلوله على ذمتهم وكذا دونك هذوك مش يفقدوا موقتهم شغلهم و... وتنجم تكون اراضي دوليه يتم التفويت فيها باسوام كراء رمزي لفائده الشركات الاجنبيه باش المواطن الالماني يخدم كرهبته بالهيدروجين ما, ما... ما... ما عندهاش معنى اخر خاطر كما قلنا خلق الثروه والتشغيل والعجز الطاقي ذاك كل والهيدروجين راهم يجوش مع بعضهم. نجوا توا للحراك البي، ايه لازمنا نشبكوا مع الدول الافريقيه الاخرى والنضالات اللي في الدول الافريقيه الاخرى في جنوب افريقيا في ناميبيا في برشا بلاي. ثم حاجه على ناميبيا البلاصه اللي باش يعملوا فيها الهيدروجين هي نفس البلاصه اللي صارت فيها الجينوسيد 100 سنه التالي ضد قبائل هيريرو ناما. نفس البلاصه اللي عملت فيها المانيا الجينوسيد 100 سنه تالي هي نفس البلاصه اللي بيصير فيها تو مشاريع الهيدروجين صديقي زاخر هذيك البلاصه هي ناشيونال بارك مع تحتها البيدفيرسيتي وكذا باش تمشي على روحها ماهيش هي شيطنه للحكومه الالمانيه اما راهو الدوله اللي آه هي مسؤوله على 30% من سلاح السلاح الكيان الصهيوني هي نفسها وباش تدعم في الاستعمار في فلسطين المحتله هي راهي زادة باش تدعم الاحتلال وتهجير السكان في آه اراضي في دول اخرى منهم تنجم تكون تونس اما آه الان ما صارتش آه حاجه مباشره خاطر تو كي بداية تحكي على الهيدروجين اما راهو كميه الاراضي باش تنتج 6 مليون طن راهي اراضي شاسعه ماهيش شوي الاراضي هذيك روعي عيب نقولوا اراضي في الجنوب اراضي فارغه ولا اراضي غير منجه هذه مش صحيح اهالي تطاوين كما يلقوا ما يعملوا في خرجوا الترفاس الكيلو نتاع 100 دينار معناتها ما, ما ثماش اراضي غير منجه ما ثماش اراضي فارغه تنجم تكون اراضي شركه البيئه والبسنه نتاع طاوين في ذهيبه بدو يغرسوا في الشعير ما اراضي فارغه واراضي منعنا ذات انتاجيه ضعيفه وكذا واحد في سكدود الفلاحه غاديك صغار معناتها عندهم شويه زيتون شويه نخل شويه غنم ما يجيش نقول له هذه اراضي غير مجه هاي نعملوها طاقات متجدة باش ننجو الهيدروجين باش نصدروا لالماني هذا غير معقول وغير مقبول على ذاك النضالات راهي قاعده آه تتكون قاعده شو على الاقل موجوده على فكره ثم زوز بيانات هبطوا بعد ما تونس صحت الـ الـ مع توتال بيان ستوب بولوشن وبيان الاف دي اس المنتدى التونسي الاقتصاديه والاجتماعيه على الاقل هذيك حاجه تفرح انه ثم ناس تصدر بيانات بعد آه الحكومه تعمل حاجه ونتبنى كل موقف تقال فك البيانات هذوكم، واعتقد اللي باش يكون فما بيانات اكثر وعزيز لهنا نجم يقول لكم اكيد باش يكون فما تحركات اخرى في الشارع وفي البرلمان وفي كل بلاصه على الحكايه هذه. نخدموا ممكن في التفكير حول الحراك البيئي ولا الحراك الايكولوجي مع ليلى ونواصلوا ممكن في التفكير مع بعضنا حول امكانيات العمل المشترك من اجل انتقال اخر غير الانتقال للدوله تومت بنيت بنتو... حكيت انتقبيله على اعاده التفكير في منوال التنميه على مشروع وطني وعلى عقد اجتماعي آه في تفاعل مع الجماعة حول التفكير في شكون حراك شكون شكون ينجم يكون حراك بيئي اي آه... اي ديناميكيه في المجتمع نجم تكون حامله للتغيير نحو باش والا انها تكون تنخرط في حراك بيئي باش تعمل تغيير هل الفلاحه حراك بيئي هل الناس اللي تحتج على التنميه والتشغيل تحتج على انقطاعات المياه توا الاحتجاجات الفلاحين تعتبر حراك بيئي لأننا نعرفوا انه في دول الشمال بالعكس الفلاحين ضد الحركات الايكولوجيه فمن هي الحركات اللي نجموا نبنيوا معاها وننجوا معاها مسار ينجم يبلغنا للبدائل اللي حكيت عليها كان زيد تحكي اكثر من بعد في الاخر على البدائل باش باش نغا تخاف الريتار نتاع الاذان <تصفح> 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 اذا كان اذا كان اعتبرنا اللي احنا في حاجه الى تغيير جدي وشامل ويمس برشا حاجات يمس برشا قطاعات معناها يزمنا نسلموا اللي فكره انه المساله هذه يلزمها تشحن وتعمل تعبئة أوسع برشا من اللي نتخيلوه في إطار جمعيات ولا حتى نقابات خاصة في الظرفية اللي احنا فيها توا معناها هذايا خلي يتقال صراحة القدرة على التغيير تغيير المناويل مناويل الإنتاج مناويل في عدة قطاعات خاطر راهو نحكيو راهي مربوطة بقدرة المجتمع على أنه يخزر البيرسبكتيف وهو فاهم هالبيرسبكتيف هذه شناهي. بالنسبه للحركات اللي تبحث على التغيير انا ما نحصرهاش فقط في الديناميكيات اللي تحتج والا في الديناميكيات اللي تخرج تقارير ولا بيانات ولا نعتبر اللي فما قطاعات اساسيه ما حكيناش عليهم اللي هما ماهمش انتاج الطاقه اللي هما يستهلكوا الطاقه مثلا السكن والنقل. نعتبر المهندسين المعماريين والمهندسين الآخرين اللي يخدموا على تحويل وتغيير مناويل إنتاج السكن والبناء ضمن حركة التغيير من أجل الانتقال الشامل مش منحبش نحصر في التعقيد خاطر بالحق ما تتحصرش الحكاية مسألة النقل مسألة النقل من أكبر المشاكل في علاقة بالطاقة على خاطرها تستهلك ياسر وإحنا في تونس ما عندناش منظومة نقل ما عندناش ما تحسبوهمش علينا معناها هكا الأربع كيران على خاطر الناس تتنقل بالكراهب وبالستوب إذا كانك أنت في فكرك فما انتقال طاقي وانتقال من ناحية هذية خمم في المسائل هذه بأولوية وبعد توت تخمم في الهيدروجين الاخضر اذا كان علما أنه احنا ما عندناش امكانيات استعماله وما ناش باش نستحقوه في القريب العاجل وكان باش نستحقوه راه بعيد ياسر ولاشياء اخرى مش باش كيما قالوا باش نخدموا كراهب للمان هالمساله هذه اللا عقلانيه اللي وصلنا لها المساله اللا عقلانيه اللي وصلنا لها اليوم وكيفاش القرارات تتخذ في المسائل الاقتصاديه الكبيره في الرسم الاقتصادي الكبير اي ماناش في عزله على الوضع الوضع السياسي اللي في البلاد بلادنا غير قادره انها تفكر سياسيا ولا تخلق مجال للتفكير في السياسات بلادنا غير قادره انها تسمع الناس اللي تتحرك على خاطر الفلاح اللي يتحرك خاطر الدوله ما حبش تشري من عنده القمح بالصوم اللي يساعده شو يعمل يخزر الموظف ويقول له انت يا موظف كله منك كان ما جاش انت راهي الدوله تعلي في سوم القمح كي باش تشري من عندي والموظف يخزر للشخص اللي يخدم في البريفي شو يقول له انت شيخ فيها مش كيما احنا البريفي يخزر للانفورميل يقول له انت لك تخلص في ضرائب ولاك لاك لاك, لاك هذا اللي نحكي عليه في منطق اقتصادي جديد يعاود يركب هالانظمه هذه المفرطة واللي حالتها ولات بيركه اعتمادا على منهج ياخذ شنو بعين الاعتبار السيادة نتاعنا سيتادير حريتنا وقدرتنا على أن نأكل ونشرب ونقريو صغارنا من غير ما نتحت تحت ضغط بلدان أخرى اعتمادا زادا على الشيء اللي قاعد يتبدل داير بينا على خاطر حتى حد ما ينجم ينكر اللي العالم قاعد يتغير العالم قاعد يتغير حتى إذا كان أوروبا اليوم ما زالت مش مسيطرة علينا بالديون ولا فرنسا ولا إيطاليا سامحني أما راهم هذم دول في انحدار وفما ديبولوج تزد قاعده تطلع، وطرق أخرى ومختلفة للبلدان باش تتعامل على بعضها، مع بعضها، وإحنا على الأقل أنا نمن اللي تونس جديدة الممكنة، فيها الفضاء هذايا، كان ما تدافعش على سيادتها بالمنطق الواقعي، الواقعي، يعني تربط مع الواقع نتاعك، ماكش باش تنجم تلقى بلاصة في العالم الجديد هذايا، باش تتاكل بطريقة أو بأخرى. أراضيك باش تمشي، ماك باش يمشي ناسك باش تمشي على خاطر هذا اللي صاير زاده ما لازمكش تفصل راهو الحركه بتاع الكامور كيف انطلق انطلق بمنطق شنو بمنطق شبينا احنا مهمشين وقت اللي احنا عندنا ثروات ان سيرتا مومون ولا بمنطق الثروات الوطنيه عاود رجعها وطنيه وبعد ولا يا خويا احنا رانا حاشتنا بالتنميه وفكر فكر جديد للتنميه والحراك الاجتماعي هذيا العظيم نتاع التطاوين وصل الى انه يمد الحكومه وقتها دوكيومون في 40 ورقه فيه اعاده صياغه لمنوال جهه كامله فيه مؤسسات عموميه وشبه عموميه فيها طرق تمويل فيها الفلاحه فيها الطاقه الشمسيه فيها فيها عد اللي تتخيلوا في مخك الكل تحب تطلب اكثر من حراك اجتماعي صحوا عليه الوزراء الكل وقتها تحب تقول لي عشريه سوداء اوكي عشريه سوداء لكن في الاثناء اللي امنوا بالتغيير هذايا الكل حرقوا خرجوا بين طاقه انت تحب تعمل الانتقال الطاقي بالماء والشمس به والبشر انا نحب نعاود نرجع الامور اللي صابه في المساله هذه ما تفصلوش الانتقال الطاقي <سؤال> على بقيه الانتقالات اللي بلادنا محتاجتها ومحتاجتها بيرجونس دوتون بلوس اللي لو مومون اي فافورابل لو مومون اي فافورابل بالنسبه لينا كشعب نحسن ال اي غابل ان نسمع نضال وصابر وعزيز على تصوراتهم هما اي بديل نجم نوصل له عن ماذا ما تقترحه علينا الدوله تونس واللي هي طبعا تاتمر والا تحت املاءات وضغوطات قوى الماليه والاقتصاديه السياسيه العالميه اي بديل وكيفاش نجمو نمشي له ليلى حكيت على انتقال من انتقال في الملوان الاقتصادي بصفة عامة وعادنا ناخذ بعين الاعتبار تحولات زيادة السياسية اللي صايرة في العالم ممكن نفس السؤال الكل كيفاش تتخيلوه الانتقال وكيفاش نجمو نوصلوا له بسرعة أربع نقاط أول حاجة فما مسؤولية تاريخية وفما حاجة اسمها الديون المناخية لدول الشمال لازم يتم الاعتراف بها وتعويض دول الجنوب المتضررة من الآثار تاع التغيرات المناخية وزاد حتى المسؤولية الاستعمارية زاد ما ماناش مسامحين فيهم حتى شيء دونك ثم هذيك حاجة مهمة برشا لازم نفاوض ويكون ثم تحالف بان افريكان سود سود يتفاوض مع دول الشمال لتعويض دول الجنوب على الضرر ذاك اثنين في تونس على الاقل كي نقولوا انتقال طاقي لازم تعبئه كل الموارد لخدمه الحاجيات الطاقيه نتاع المواطنين قبل ما تخمم في التصدير لازم تكون انت امورك واضحه معناتها ما, يجيش دار نجار بلا مغرف تفض مشاكلكم بعد هات نتناقشوا انه كي يولي عندنا فائض ونبدو ننجو في 75% طاقات متجدده وقتها تنخموا اسكن نصدروا ولا ما نصدروش اثنين ستيغ والقطاع العام وما ادراك ما القطاع العام راهو عندنا معناتها ثروة وطنية اللي هي الشركة العمومية للكهرباء والغاز عمرها أكثر من 62 62 سنة راكمت خبرات كبيرة برشا قاعدين نخسروا فيها بشوي بشوي خاطر توا إنتاج الكهرباء منطقة المجدة ولا حكر على الشركات الأجنبية 500 ميجاوات لانصاتهم الوزارة كل تعطاو للشركات الأجنبية هذايا معناتها أننا باش نخسروا استيك. وفي المقاربات البدائل نطالبوا بشركات قطاع عام قطاع عام آه مدام لا كانت تحكي على النقل مثلا لا رافير علاش ما تعملش شراكه قطاع عام قطاع عام هي وستيك باش ينجو طاقات المتجدده باش يخدموا الترينات السي بي جي والجروب شيميك والشركات العموميه الكل علاش ما ينجوش الطاقات المتجدده ويتعاملوا مع ستيك وكا ما ندخلوش في منطقة السلع وانه ثم بيع وشراف طاقات الطاقات المتجدده اوكي مؤسسه عموميه تخدم مع مؤسسه عموميه وفما كلمه قالت مره آه نقابي في ستيك قالها اللي كي ثم المواطنين تونس الكل ينجو الطاقه المتجدده وحدهم والاستهلاكهم الذاتي وقت نبدا عن على انتقال عادل تلاقى النقطه الرابعه والاخيره نقل التكنولوجيا ما دام ما نقل تكنولوجي من دول الشمال دول الجنوب وثم آه انه نبني نسيج صناعي قوي ونقولوا نصنعوا واحنا فك الفوتوفولتايك واليوليا واي حاجه تكنولوجيه وهذا ما يصيرش احنا وحدنا لازم مقاربه سود سود ومقاربه بان افريكان والكل وثم بدائل كما قلت ليلى ما مش كان اوروبا وفرنسا والمانيا في الصين مثلا او كان في الصين مؤخرا نجم نجموا نخموا في بدائل نتاع شركات نتاع الند للند وتكون فما نقل حقيقي للتكنولوجيا دونك هذوما هما على قليلة كيفاش نرى المقاربه

حشنا بنظرة سياسية اللي هي ناقصة إلى حد الآن ما إيش احنا دونك

جزء فيه وفما حاجات عاجله جدا خاطر احنا توا يعني في الطاقه قبيله قلنا 4% راهو من الميكس يعني الكتريك لكن يعني انتاجنا الفارم تاع رونوفابل في انرجي بريمير ما هي الا واحد فاصل ما يقارب واحد فاصل سبعه بالمئه دونك فما زاد عجز ميجاني عجز تجاري كبير ياسر جاي على نسبه كبيره عن العجز الطاقي هذوما كل مسائل يعني معجلة جدا لكن ما نراوهاش على المستوى السياسي فما ان فما دو لاتونتيزم داكور عندنا شويه وقت لكن راهو سيتابلمون فا سو تروفي اوبليجي داجير وقت سافا نكوتي بلو شير سافا سو سارا بوتيتر زادا بلو تراجيك على خاطر شوفوا احنا راه في الكريس كليماتيك سا جينير دي انجوستيس مي اوسي سا جينير زادا دي 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 تراجيدي ممكن في الفاك دو شالور هذوما اللي حتى اللي جايين في الصيف ما نحكيوش عليهم برشا على خاطر نحكيو برشا على الموربيديتي وما نحكيوش برشا على المورتاليتي ونا با اوسي دو سيستيم بور سيفر سولا لكن حبيت نقول راهو يعني لاكسيون كونسيست اوسي ايفيتي لا تراجيدي ميرسي عندي اربع نقاط زاد كيف كيف الاولى هي اني نشاطر ليلى في انه كل شيء مربوط ببعضه وكل شيء مسيس ما فما حد شيء ما هواش مسيس في البلاد هذه ولا في الدنيا هذه كل خطوة تقدم عليها الحكومة ولا كل مطلب شعبي يتطرح راه وراه ايديولوجيات سياسية تسير وراه عقلية مجتمعية مطالبة بحاجة معينة لصالحها لفايدتها دونك إذا كان ما نحاولوش نربطوا القضايا ببعضها ما باش نجموا نلقاو بوان دونتونت مع الشعب ومع الناس المتضرة اللي هي تكون اصحاب القضيه وهي الاهالي اللي تدافع على قضاياها اقوى مئة الف مره من اي قوه في المجتمع المدني سواء كانوا فلاحه ولا كانوا بحاره ولا كانوا عموم مواطنين ولا اللي هو اثنين البدائل يلزمها تكون تستجيب الحاجيات التوانسة انا وقت اللي نمشي ناخذ قروضات باش نعمل حاجات اكثر من طاقتي والحاجيات اللي باش نساتيسفيزيهم من وراء القروضات هذوما هما حاجيات القاره الاوروبيه راني وقتها دخلت في اللاوعي السياسي دخلت في دخلت في حي دخلت في برش حاجات المهم دونك البدائل لازمها تستجيب للمتطلبات نتاع المواطنين والمجموعه الوطنيه بصفه عامه ثلاثه خلاف الشراكه بين القطاع العام والقطاع العام اش قال كالعام كلام كي كلات بعضها وقت اللي داروا عليه على الخبز قال لك نرجعوا من الاول نرجعوا ل 2009 باهي القانون تاع 2009 خلي المواطنين تنتج هي الطاقات المتجدده تعمل ديبانو وتعمل اللي هو ما القانون يمكنها والفايض نتاع الانتاج اللي ما تستحقوش هي تمشي تبيعو وستيك تاو تتصرف فيه تو هي بعد ليك تصدر وتخلص ديونها تو تتصرف عندها من الحكمه والسافوار فير ما قال صابر ما يكفي باش انها تتصرف في الفايض تاع انتاج المواطنين لكن خلي المواطن زاد يحقق هو سيادته على الطاقه نتاعه خلي هو يحقق يحس انه الشمس اللي تنقبلو راسه في النهار عنده فايده ينجم يستغلها وانه الريح اللي موجوده في برشا بلايص في تونس ينجم يستثمرها في حاجه خليه يحس هي بلاده اللي هما موارده اكثر من انهم حاجات ماشيين للتوريد قال شنو باش نجيبوا العمله الصعبه. كيف كيف خلاف الاستهلاك الفردي التعاونيات الفلاحيه عماره سكانها قرروا انهم يعملوا هكا كوبيراسيون ما بينات بعضهم باش ينتجوا طاقة ويبيعوا الستيك ويربحوا شوية فلوس ويوفروا طاقتهم دونك فما برشا حلول وتجم تلقى لهم ميتين ألف باب علاش احنا نلقاو القروضات كان باش نعملوا حاجة باش نلبيو أجندة معينة علاش ما نلقاوش قروضات للشيء هذا على الأقل قروضات تنفع المجموعة الوطنية ومن بعد ليك فما فالور أجوتي تنجم تتحصل في التالي بالكل كيف كيف ما سؤال ما هو استنكاري شوية كيف فما دراسة عملتها هذا اللي العمل من أجل ديمقراطية الطاقة على اللي الشمس نتاع الجنوب شنو قادرة توفر طاقة للمجموعة الوطنية إذا عندي الشمس والهواء يكفي واحتياجاتي واحتياجات المواطنين نتاعي واحتياجات القطاع العام وما إلى ذلك علاش الهيدروجين الأخضر شنية هي ليتوليتي علاش ناخذ أنا باش نبلوكي روحي ونحل على روحي سبالة نتاع إملاءات جراء التداين المتكرر في حاجات أنا ما نستحقهمش شني فاش قال اليمن ياك العام ايش استفادت الامه من الشيء هذا اوكي ايش آه... استفادت الامه احس حسب ما فهمت منكم الكل انه آه... نقوي الدوله و... ونضغطوا من اجل انه الدوله تعمل شراكه بين القطاع العام والقطاع العام لانتاج ال... الكهرباء فنقوي الدوله ثم نمشي و... من اجل مشاريع سياديه ثم نمشي نحو مشاريع اقتصادية وانتقال اقتصادي كامل ثم من أجل الانتاج التعاوني وال والفردي الديسنتراليزي للطاقة بيان سور الدولة باش تعمل هذا الكل نحو مع التخطيط وبلانيفيكاسيون ممتازة للانتقال انا المشروع هذا قريت المراحل نتاعو في كتاب معين ممكن نحكي فيه لا لا متنجمش <تصدق> باش ن... سامحني اما جست بالحق معناها جميعا من غادي قاعدين يقولوا لي ليه ممكن نرجع لك كل الكلمه من بعد نحب نحل شعر. ال شو <applause> يصير <applause> على خاطر لا فورمال موجود لو معناتها الدوله مش موجوده لا فورمال موجود في السود صار فلاحه كل عملوا بيار وحدهم كي عملوا بيار وحدهم ولا يجبدوا في الماء غير حتى كنترول ولات مشكله نتاع ما اون هذاك شنو معناها غياب الدولة ومشيرا الأخرى وقت اللي الدولة تحب تتحكم وتحط مشروع مش في مصلحة شعبها نلقاو روحنا في الهيدروجين الأخضر قوي الدولة <applause> آه نحب نسمع آه نسمعكم كان عندكم تدخل استفسار آه أسئلة للمتدخلين باش ناخذوا ماكسيموم ثلاثة تدخلات آه وبعديك شنا أربعة أمين شادي سيد أحمد وآسيا عسيمة أمين فلاح ومهندس معماري فت فوق ريوسنا فما أبو طاير عصفور هذا يعدي اشتر العام في جنوب أفريقيا في جنوب الصحراء ومن بعد يجي دونك كلكو بار الناس كل مسؤول على كل شيء هذه الدولة ماناش مسؤولين على التلوث خاطر جاي من الفوق حتى العصفور جاي لهنا دونك لا ليميت نتاع العالم اللي نعيشوا فيه اللي ان بو معقدة شوية نتاع شكون قاعد يسيب في الدخان آه هذا البوان الأولاني البوان الثاني ابن خلدون في المقدمة نتاعو يقول اللي جابس هواء وثقيل ما يتحركش حتى كان ما عملوش ايتود دامباكت من عام 1400 نورمالمون ما عملوش جروب شيميك غاديك وهو باز المال مالح باش يتصب غادي ما ينجمش يصرف في بلاصه اخرى يعني القمة الوحيده باش تكون غاديك و فما دي يظهر لي في في الخنيفس والطبيعه اكثر مني انا اون فانت كونت يظهر لي سي لو بلو غران فيفي نتاع حوت نتاع البحر الابيض المتوسط خليج جبس معني انا يظهر لي العركه هذه كانت تحل بركه ما معاش نقدموا برشا في معناها اذا كان الحوت نتاع البحر الابيض المتوسط غاديك يتباض في البلاصه هذيك ما معناها قصة الحوت والبحر المالح اللي بشي لي زوسومات الكل أه معناها اون فان كونت زاد سي التروازيام بوان خاطر انا ندافع برشا على الخنافس فكرة اللي أه ارض ما, ما, فيها حد لا لا معبية راي فهمتني معبية ببكتيريات وخنافس وطيور و و هي فما بوغ لانيكدوت فما فما حنشه أه تبيض في بحيرة بنزرت ولا اشكل تخرج من غادي وتمشي لمضيق جبل طارق وتمشي لكرعيب تعمل دورة غاديكا وبعد تطلع حتى لوند وتعبط تهبط مع الجولف ستريم باش تعاود تبيض في بحيرة بنزرت ونحن بنشري بضاعة ذولي ب 13000 الكيلو نتاعها أه معناها أه أه حوت كيما هكا الفيلو تور دي موند وهز هم العالم ذي الكل وتدور به من بلاصه لبلاصه، دونك لو سيستيم معقد أكثر من هاد نوتخ فيزيون سابيانو سابيان سونتخي، فهمت؟ اوني uh, في عالم ياسر معقد، معناها اللي طاير الفوق راه كونتيل باغ من العش نتاعو يظل يعدي ثلاثة سنين، طاير في الهواء ياكل كل يوم 500 كعبة ناموس، هذا اللي فوق ريوسنا فهمت؟ ما يهبطش، uh, uh, معناها مشاكلنا معقدة أكثر، ونرجعو جوست لو بوا نتاع الهندسة والمهندس الواحد الكل. وني راني في تطوير كلكس اكسبيريونس في autour de la construction اللي يظهر لي اكبر اشكال اليوم في تونس هي المدينه و سكيل بومب كاينيرجي باش تتصنع و سكيل بومب كاينيرجي باش تعيش على خاطرها مصنوعه بطريقه هجينه جدا دونك هذا سان غون ديبا نخبو عليه في برشا بلايص منهم اللي قاعدين نحضروا توا في الصيف ومعانا ليلى والاصدقاء الكل ميرسي بوكو تحيه اخت نفس ايه اول حاجه يعطيكم الصحه على الديبا تري انريشيسون احمد بن نجمه منظمه تيفوس أه انا عندي تعقيب وسؤال في حاجه اللي امنا صابر تعرفوني نخدم عليها اللي هو عن بروجي نخدموا مع القطاع الخاص التونسي شركه تونسي وهنا الحقيقه بتتر التعقيب نتاعي انه تحكي برشا حكينا على الانتقال الطاقي والاستراتيجيات وكل شيء تحكي برشا على الدولة تحكي برشا على المجتمع المدني لكن القطاع الخاص التونسي سبيسيفيكمون مش نحكي على الأجنبي وكل شيء ما فماش بلاصة وين حكينا فيه بالذات على الحكي. أه, تو ساشون كو الحقيقة أنا تجربتي في البروجي اللي نخدم فيه فما شركات تونس صغار اللي هما ستارت اب وهذا يمشي بالضبط مع اللي كنت تحكي فيه ليلى أنه ما حشناش بشركات كبار وكل شيء دي ستارت اب توانسة صغار 100% تونيزيان كفاءات تونسية مهندسين تونس توانسة يعطيو في دي سوليسيون سوفت وير وهارد وير مخدومين في تونس ويحلوا في برشا مشاكل اولها معناتها برشا عندنا زوز شركات كنا نخدموا معاهم كان معناتها يتم تعميم الموديل نتاعهم ينجموا يحلوا لنا مشاكل الماء نتاع تونس الكل معناتها يخدموا سواء على الريدكسيون تاع الكونسوماسيون دو لو سواء على كيفاش يجيبوا حتى الماء من من الهواء من كذا من برشا حاجات دونك فما يظهر القطاع الخاص التونسي سورتو نحكيو على الشركات الصغيره والشركات الناشئه التوانسه عندهم بلاصتهم في في الحكايه ذي الكل وينجموا يعاونوا برشا في في لي سوليسيون يلقاو حلول السؤال نتاعي نربط بنفس الحاجه هذه وبتتر مع صابر في في الحكايه اللي فيها سورتو حكينا برشا على الهيدروجين فيرو كل شيء ما فما بارتي نتاع الفوتوفولتايك فولتايك والانرجي رينوفابل السولير فما تقريبا شهر التالي تفرجت في كونفرنس عملتها الكونيكت, الكونيكت الكونفدراسيون التونسيه نتاع الكونيكت مع ستيك على اللزمات اللي قاعد تعطي فيها الدولة للشركات باش يعملوا الانرجي سولير من الفوتوفولتايك سيتيرا صار دي كبير على حكاية انه ما تعطاش للتوانسة شركة التوانسة كيما تعطى للشركات الأجنبية هذا كان موضوع آخر مش ندخل فيه ما هنا حبيت نربط سؤالي انه كيفاش سورتو صابر يمكن أكثر واحد نحب نسأل على السؤال هذا كيفاش تنجم تضمن أو ميم انه تدخل شركات توانسه اللي يحبوا يخدموا على الفوتوفولتايك مثلا ويخدموا لك في تونس ويعملوا لك الفوتوفولتايك والايوليان اكسترا اكسترا اكستر تصنع به ايكو تونسي في السيكتور هذاك من غير ما توصل سلعنه ال 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 الضوء كما قلت انت على خاطر لازم يكون حق او ميم طون اكسيسيبل للناس الكل كيفاش توفق ما بينات الزوز معناتها ما تخليش هذيك حاجه اللي هي كان على ستيك بوتيتر لي موان لي كومبيتونس ما ينجموش يخليها تعمل تكوفري كل شيء دونك الشركات الخاصة هوني تونس تنجم تدخل مي أو ميم طون تخلي تضمن أنه يكون حق أكسيسيبل للناس كل ما فماش بريفاتيزاسيون تاع الكتريسيتي كيفاش تضمن الكليبر ما بين هذوما فوالا ميرسي عسلامة <تبه> يعطيكم الصحة أه... أنا فات حاب جوست نرجع للباراديغم اللي نحكوا فيه الكل اللي هو الانتقال الطاقي خاطر والمشكلة في الانتقال مش الطاقي خاطر ديجا كانوا عندنا انتقالات أخرين في تونس ديمقراطي وإتسيتيرا وال ترانزيسيون في روحها خاطر فينالمون انتقال ترجمه معناتها على باز ما, ما قالوهاش عرب ترانزيسيون في روحها فيها نوع من تاع باسيفيتي ما فماش اكسيون معناتها فما ايتا ا مشى لايتا بي بيناتهم ما نعرفوش شكون اللي شكون اللي نقل معناتها شكون اللي احدث الانتقال شكون اللي نقل وكي نجو نثبتوا اللي الديسكور نتاع ترانزيسيون دايور فما اوتي في جوجل باه كيف نكتبوا كلمه يعطيك كورب قداش استعملت في العوام معناتها في ليتيراتور جينيرالمون لاحظوا لي كلمه ترانزيسيون ظهرت اكثر شيء معناتها الكورب بيكت في التسعينات التسعينات نعرفوا وقتها اللي طاح الاتحاد السوفيتي و... والديسكور استقوى على الاخر فالافكار هذوما نتاع ترانزيسيون ديمقراطيك ترانزيسيون انرجيتيك في معنى نتاع افكار غادي ما تخممش تو نجيبولك الروسيت وتو نجيبولك الفلوس في شكل قروضات وتو نجيبولك التكنولوجيا ما دام جبنا لك هذوما الكل من باش كيفاش نتصرفوا فيهم احنا خاطر احنا اللي جبناهم احنا اللي نقوموا فيهم فنتخيل اللي معناتها من اول الضربات الماضيين في الديبا متاع الطاقه ومتاع من والد التنميه ومتاع نمط الانتاج كريمون اللي نحاولوا نكسروا ديجا لي باراديغما دوما سورتو يبدو واضحين من عند شكون زوج حاجات الحاجه الاولى اللي أم بالنسبه شوي إجابة على نضال بارابور للإستراتيجية هل انهم املاءات ولا لا بار اكسبيريونس إم انا عشنا نفس الاكسبيريونس مع بعضنا في بروجرام نحاول نقنعوا في في اداره معينه انه راهي هذيك ماهيش اولويه البلاد راهي هذيك اولويه تونس لازمنا نخدموا على أولويات تونس وهما ما حب كان بعد ما وليت موندا بوليتيك وكدي الحاجه الاولى الحاجه الثانيه انه مثلا لزافوي نتاع البنك مونديال في علاقه بقطاع الماء اكثر من 40% منها ماشي تقويه قدرات الهيكل الاداره التونسيه شو معناتها معناتها صفر البرا الدمغجه باش بعد هما يجيو يحطوا استراتيجيات هما يحطوهم التوانسه ولكن هما صفر من برا. 0.4% استثمارات للربط بشبكه المياه وشبكه الصرف الصحي. دوك باش تفهم الفرق ما بين الاستثمارات اللي شنو متوجهه بالضبط. هذه في علاقه بالاملاءات الخارجيه، حتى وكان احنا كتبناها بخفوا راهي ديجا غيدي ديجا موجهه أه وهكا وحاجه كاينها دخلت فينا سي بون دونك ولينا نتكلموا بها واحنا البورت باغول نتاعهم هذه حاجه ثاني حاجه ليلى بربي حبيتك تفسر لنا اكثر على في علاقه بالدوفيز كنت باش تحكي فيها النقطه ومن بعدك بدلت الموضوع فوالا voilà. ميرسي يعطيكم صحه اللي حبيت نقوله في في موضوع الدوفيز احنا بلاد عندها برشا عايشه بديون من بعد ما خرجت فرنسا تونس خذيت قرض من عند فرنسا باش الأراضي اللي كانوا المستعمرين الفرنسيين ماخذينهم هوني، وإحنا من وقتها تقريبا في حلقة ديون مفرغة، زادت كبرت كبرت بعد 2013 وزادت كبرت أكثر برشا بعد 2016 وزادت كبرت أكثر برشا وبرشا وبرشا، وبيحت. هذا في إحتياجنا للدوفيز مستمر بالإضافة اللي الشركات الأجنبية اللي ناشطة في تونس تخرج هي بيدها فلوسها مرابيحها بالدوفيز وبالاضافه لكون تقريبا كل المواد الغذائيه الاساسيه وعده مواد اساسيه للنشاط الاقتصادي نتاعنا كيف كيف تتشري من برا وهذا هو شو معناه التبعيه هالتبعيه هذه تخليك اليوم بما انك في حاجه انك يكون عندك دفيز باش تلوج منين باش تجيب الدوفيز خاطر راهي الدفيز كي تدخل لتونس ما تمشيش معناها خلافا لما يتقال تمشي تخلص شهاري لا هي كاسه واحده عون ديفيز نستعملوها باش نشتريها والحاجات الاخرين اللي حاشنا بيهم واتسيتيرا الاشكاليه الكبيره انه احنا واحلين في فلسفه من عام العام من 10 سنين 10 سنين ورا بعضهم تاع زيد استثمر في التصدير باش تدخل ديفيز باش تنجم تغطي الوريدة. زيد استثمر في التصدير هيك هي البوكل فيسيوز نتاع التصدير وذاك علاش اشرت لو كان حاجه في الختام على موضوع الانتقال الطاقي حبيت فقط نأكد نأكد اللي راهو ما تبنيش اقتصاد بتدمير قطاعات اخرى من الاقتصاد الاراضي اللي في الجنوب راهي في الاصل اراضي مراعي واراضي المراعي راهي سي دي دو كربون إيش معناها معناها وقت اللي عندنا مشكله تاع اكسيم تاع كربون نجموا نحاولوا نقصوا من الانبعاثات اما نجموا زاد نح نحاولوا نخلقوا دوت بوي دو كربون احنا البوي دو كربون ناتوريل الطبيعي نتاع اللي هو المراعي هردني ودقدقني وتوا باش نعالجوا المشكله نتاع البيئه ولينا نحبوا نعطيوه باش يعملوا فيه طاقات متجدده سي دو لا فولي هذا هو الهبال بعينه هو من الاخر بالكل كيما في تونس فما ناس عندهم فلوس ويحكموا في البلاد الكل وناس محكوم فيهم كيما في العالم نفس الشيء فما شويه دول عندها برشا فلوس وعندها بوفوار وراكمت من الرصيد الاستعماري شيء اللي يخليها مستفحله في دول الجنوب كما كان يسمي صابر في القاره الافريقيه وفما دول اللي باش تقعد قد ما هي مطبعة مع السيستم العالمي اللي موجود تويكا تحت التبعية وتحت الملاءات وتحت الضغوطات وموش خطاب في فيكتيميزاسيون وإنما هو تحليل واقعي للي قاعد يصير في الساحة الدولية في أي مجال طاقة، ماكلة، سلاح، حروبات، ذاك العالم تو شمال وجنوب مش بالتقسيم الجغرافي أما بالتقسيم نتاع النفوذ نتاع القوى ونرجع في في الاخر بالكل نختمها بشعارات من قلب الشاعر الشارع التونسي راي فرنسا هي هي فرنسا استعماريه اليومين هذا والمانيا اليومين هذا نازيه صابر حكى انهم يرجعوا في البلاصه اللي عملوا فيها الجينوسيد باش يعملوا فيها الهيدروجين الاخضر وراهي امريكا راس الحيه وراهو هذوما القوى اللي طول عمرهم يلوجوا على, على البروفيل نتاعهم وعلى البروفيل نتاع سلطه راس المال اللي تحكم في النظام العالمي اللي يحكم فينا بارك علينا عنده سنين هما الانترنت نتاعهم لا يصلحوا لك بناء تحتيه لا يصلحوا لك في وعي لدريين لا حتى شيء الهدف نتاعهم انك انت كيف تخدم استراتيجي بين قوسين ناسيونال تستجيب لطموحاتهم وتطلعاتهم في مزيد بسط النفوذ وتمدد الاستعمار نتاعهم باش ما نطولش السؤال نتاع احمد كان على الكونكت وكيفاش هما يدافعوا على الشركات التونسيه باش يستثمروا في قطاع الطاقات المتجدده خاطر الأزمات كل تعطاو الشركات الاجنبيه على الاقل بالنسبه لي سيدي احمد رجل اعمال تونسي ولا رجل اعمال اجنبي بالنسبه للدوسي نتاع الطاقه راهم كيف كيف. خاطر الزوز باش يوردوا التكنولوجيا من برا والزوز يحبوا يحقوا اكثر ما يمكن من الربح وباش يبيعوا الطاقه للستاغ والستاغ تبيع المواطنين وستاغ تعمل البنيه التحتيه وكذا. دونك راهم ما يختلفوش بعضهم. لا بل ثم رجال اعمال تونسي يعملوا شراكه مع شركه اجنبيه باش يخلصوا اون فيز راهو الشركات الاجنبيه تونس مثلا كونيكت هذوما ما همش آه يخموا باش يعملوا تصنيع في تونس هاك لي فوتوفولتايك وكل ليوليان وهات نعملوا آه نقل التكنولوجيا ويكون عندنا نسيج صناعي والكل لا يحبوا هما زاد ينتجوا الطاقه ويبيعوا الستيك ديريكتومون وكيف كيف, التكنولوجيا باش يوردوها من الخارج معناتها التشغيل ما فماش خلق للثروة ما فماش آه بالعكس باش يزيدوا يغرقوا ستيك اللي هي المؤسسه العموميه اللي تعطي في آه خدمه عموميه معناتها تعطي في بيان كومان الطاقه كيفها كيف الماء وكيف الصحه وكيف التعليم ما يلزمهاش تدخل في منطقه الربح والبيع والشراء ما ما نفدلكوش فيهم يلزم ولدك يقرا في مدرسه عموميه تكون موجوده ولا بس عليه يلزم تلقى سبيطار عمومي تداوي فيه ب 7000 فرنك تعمل سكانير وكذا يلزم تلقى الضوء يكون اكسيسيبل وماء وتلقى ستيغز هذا وسوناد وناس ذوما خدمات عموميه ما يلزمهمش يدخلوا في منطقه البيع والشراء لانه كي نعطوهم للشركات الخاصه الشركات الخاصه جايه باش تربح دونك سوم الكهرباء باش يطلع دونك والمواطنين اللي عنده فلوس ياخذ ضوء اللي ما عندوش ما ياخذش المواطن اللي يبدا في دشرة في اخر الدنيا ما عادش ستيغ باش تلقى له فلوس باش تعمل له كابل له الضوء وعلى فكره ستيغري تبيع تبيع في الضوء بالخساره معناتها سوم الانتاج ما يقابلش سوم الاستهلاك سوم الاستهلاك اقل من سوم الانتاج هذيك خطرها تقدم في خدمه عموميه خطرها الشركه نتاع التوانسة ولا كي ندخل في منطق انه الشركات خاصه تونسيه او اجنبيه بالنسبه لي كيف كيف وقت اللي يولي عندنا الشركات وطنية حقيقية مع برنامج للدولة واضح انه باش ننجو ونعملوا تصنيع كما عملت الصين مثلا الصين توها عندها المونوبول نتاع صناعة البانو تخدم في خمسة مليون مواطن في صناعة البانو فقط خمسة مليون مواطن اشترى تونس يخدموا البانو فوتوفولتايك في تونس لأنه عندها ريسيرش اند ديفلوبمنت لأنها عملت سياسات عمومية على أكثر من 15 سنة لأنها خدمت أنه شاند فالور شاند برودكسيون الكل عند الصين بالرمل اللي في افريقيا لاخر قطعه في البانو فوتوفولتايك ما عندناش استراتيجيه هذه وخدمت على الايكونومي في سكيل معناتها هما مليار بشر وعندهم معناتها علاقاتهم بكذا وكذا يلزمنا نخزر أفريقيا راهو آه هذايا ثم برشا كتابات كتبوا الاستاذ فضل قبوب الياس بن عمار عمل لك الدراسه مع آه منصه البدائل ومجموعه العمل من جديد الطاقه الافكار هذه موجوده ما كيف كيف كيفاش ما نعملوا آه موديل اخر مش ستيك تنتج المواطنين التوانسه مواطن ينتج في داره مش باش يبيع الاستهلاك الذاتي وقتها ما ندخلوش في منطقه الصنع والبيع والشراء السي بي جي والجروب شيميك والشركات العموميه كل تنتج الطاقات المتجدده باش تستهلك هي مش باش تبيع ما تخممش البيع رجال العمل التوانسه يحبوا يبيعوا يحبوا يربحوا لانه واحد ميغاوات نتاع ضوء يدخل 100 مليون في العام فلوس ربح نات وهو كاري الارض بمليون و بالنسبه للقطاع الخاص وكيفاش ما يلقاش حلول التفاؤل التكنولوجيا هذايا نتاع انه التكنولوجيا وين ثم مشكل في العالم هي اللي باش تحل لنا المشكل هذا باش يهزنا تخلينا نخمو اللي راهو الهيدروجين باش يحل المشكل نتاع الشونجمون كليماتيك مش لازمنا ان نخفضوا في النشاط الاقتصادي الملوث وكذا وكذا تخلينا نخمو اللي ما يلزمناش نمشوا للاغرو ايكولوجي ونرجعوا للفلاحه نتاع قبل تخلينا نخمو فينا نصنعوا الفيرتيلايزر الجرين هذوما لي زونغري كيميك اللي جاي من الفير وكذا وكذا تخلينا نخموا ما نخموش في ليفيكاسيتي انرجيتيك وانما نعملوا مثلا كراها بيمشوا بالهيدروجين مش نعملوا سيرفيس euh ترانسبور بوبليك التفاعل التكنولوجي هذايا بالحق باش يزن العاوي معناتها هذا هو الحلول اللي زانتربرونور في تونس عملوهم تاع الماء شكون مش نجم يشريها الماكينه هذيك باش تعمل لك الماء بالواحد تتكلف برشا وهذيك التفكير انه هذاك حل يخلينا نتغاضوا على ال... انه راهي مشكلتنا في الفلاحه التصديريه اللي لازمها تحبس مشكلتنا في معامل الجين وتو نخموا في الهيدروجين وغسلان الفوسفات بالماء وكذا وكذا التفاؤل التكنولوجي باش الحلول نوعا ما الزائفه وتخلينا نبعدوا عن المشاكل الحقيقيه أه أه شكرا عزيز ليلى نضال وصابر على رحابه صدركم على الجينيروزيتي في مشاركه المعلومه وفي وفي النقاش أه شكرا حطينا نظام النضال ونشكر الحضور اللي بقيتوا معنا أه وتبعتوا حتى ناس نعتذر من الناس اللي ما نجمتش تاخذ الكلمه برشا حابوا لكن فما صابرين من غادي تقول لي ساعتين قد قد نجحنا انه نكملوا في ساعتين قد قد شكرا لنوات الوسيله الاعلاميه نوات على توفير هذا الفضاء للنقاش وان شاء الله نكون ساهمنا الكلنا في ان نبدلوا ولا نضيفوا حاجه للنقاش المجتمعي والكوليكتيف نحو ما معنى طاقات بديله وطاقات متجدده في تونس تصبح على خير